وبعد ذلك أحيل الكلمة لرئيسة نادي المقاولتية والحوكمة للمؤسسات، فتتفضل رجاء بكلمة ترحيبية. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد المدير، السادة النواب المدير، الأستاذ المؤطر، السادة المدراء التنفيذيين وممثليهم، السادة الأساتذة، الطالب الأكارم، أسرة الإعلام، السادة الحضور، السلام عليكم ومرحبا بكم. اكتشفت كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير لجامعة حاسبة بن بوعلي بشلف الانطلاق الرسمي للنادي العلمي للمقاولاتية وحوكمة المؤسسات تحت شعار عمل تكوين إبداع كمشروع طموح للمساهمة في تكوين وترقية الفكر المقاولاتي في الوسط الجامعي بكل مركباته خاصة الطلبة، وهذا ما يسمح لهم بالولوج إلى سوق العمل على أسس علمية وموضوعية أفرزتها الظروف الراهنة التي أصبح الطالب الجامعي يواجهها عند دخوله سوق العمل في هذا الإطار. في هذا الإطار يشرف النادي العلمي المقاولاتية وحوكمة المؤسسات اليوم بأن يكون همزة وصل بين الطالب والفاعلين الحقيقيين في سوق العمل. وفي الأخير نعيد ترحيب بكل من شرفنا بحضوره ونتمنى استفادة طيبة للجميع وشكرا لكم. وبعد ذلك كلمة افتتاحية لعميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير، فليتفضل رجاء بكلمته الترحيبية. السلام عليكم. تسعد كلية الاقتصاد لاستضافتكم ضمن هذا النشاط العلمي الذي ينظم من قبل نادي المقاولتية، وهو نادي جديد تم استحداثه خلال هذه السنة ويعد أول نشاط علمي له، نتمنى له النجاح والتوفيق. هذا النشاط الذي خصص لموضوع مهم جدا وهو توجيه الطالب الجامعي نحو سوق العمل، مما لا شك فيه أن أهم انشغال للطلبة الجامعيين هو توظيف بعد حصولهم على الشهادة، كيف يبحثون أو كيف يتحصلون على منصب عمل. وبالتالي هذه الندوة جاءت يعني في وقت متميز لمساعدة الطلبة وتوجيههم نحو مختلف الآليات والهيئات التي تساعدهم إما في الحصول على منصب عمل أو في إنشاء منصب عمل خاص بهم. إذن نتمنى إن شاء الله استفادة طيبة للجميع من تدخلات أساتذة أكاديميين ومهنيين متخصصين، والسلام عليكم ورحمة الله. وبعد ذلك مداخلة للأستاذ ابن الدين محمد أمير في هذا الموضوع المخصص لتوجيه الطلبة إلى سوق العمل، فليتفضل رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل بصفته وكل بمقامه. الحقيقة كلمة ترحيبية ممزوجة بمداخلة نظرا لضيق الوقت باش نسمح للسادة المدراء بالتدخلات الترحيبية. نشهد اليوم تجسيد فكرة كانت محل اهتمامي شخصيا منذ درست الاقتصاد في سنواته الأولى أو حتى قبل ذلك، ألا وهي مناقشة وانتقاد ظروف سوق العمل الذي يعاني من مشاكل هيكلية في الاختصار الجزائري. شأنه شأن كثير من القطاعات التي تعاني مشاكل هيكلية، مشاكل هيكلية عميقة بمختلف مركباته وأطرافه. كما نعرف سوق العمل هذا فيه طالبين للعمل اللي هما أصحاب المؤسسات، عارضين العمل اللي هما يد العاملة،
بوكو بليس كي رانا في الجامعة خلينا نحكيو على طلب الجامعيين هكذا. والترسانة ولا النصوص القانونية المنظمة لقانون العمل في الجزائر. نبدأ بالشريحة الأولى اللي هما طالب بريطو عارضي العمل اللي هما بوكو بليس رانا سيتي عارضي العمل طلب، لأن الطالب هو اللي يعرض العمل خدمة وليس سلعة. المؤسسة تطلب العمل، دونك راهي تطلب خدمة. أنا صاحب مؤسسة وراني حاب انجينير في الانفورماتيك، دونك أطلب لا أعرض. ولهذا نبدأ بالشريحة الأولى. للأسف الشديد عندنا احنا عارضي العمل يفتقرون للتكوين من الأسر. منذ بداية التكوين تاع الطالب تاعنا هذا من الأسرة، احنا مكونين للأسف بالعقلية الاشتراكية اللي تربينا عليها، اللي كبرنا فيها وتربينا عليها، وانه قرا 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 ومعد الوظيفة ومعد متناسيين تماماً للجانب التكوين اللي هو الأساس في إصلاح سوق العمل. ولهذا أنت كيفاش اليوم طالب في الكورسيس تاعو الدراسة يجيب الباك ويدخل الجامعة ويتخرج ويدي الليسونس ويدي الماستر لا يملك في جعبته إلا ورقة تثبت أنه حامل شهادة ليسونس ولا ماستر افيك زيرو فورماسيون، ونروح نوجهو مباشرة يدخل لسوق العمل ونقول له إما الوظيفة، وإلا ما لقيتش وظيفة دير مشروع. على أي أساس راح يدير هذا المشروع وينجح فيه لو كان ما يكونش ديجا مكون وتحديد وتكوين اللي يقدر غدوة من غدوة كي يدير هذا المشروع ينجح فيه وما قدر يفشل راح يتعلم الفشل تاعو. الشريحة الثانية بقى مشروع باش ما نطولش طالب العمل. انت ما تعرف اللي يودي الاقتصاد الجزائري الاحصائيات الرسمية تقول لك 80 مليار دولار هو عبارة عن مارشي باراليل سوق موازي. قالوا المؤسسات تنشط في السوق الموازي اللي بعيد على الدائرة رسمي. كي يكون عندك اقتصاد يعمل في هذا البيئة صعيب باش ترسالة قانونية دير أي قانون ترسالة قانونية باش تضبط لك باش نعاود ندخل هذه 40 ولا 50% اللي راهي تشتغل خارج القطاع الرسمي. الشريحة الثالثة هي القوانين كما قلنا، مناقشة القوانين ونتائجها الإيجابية والسلبية. للأسف الشديد حنايا ورما معنا مشرفينا السادة المدراء التنفيذيين، هل كريتيكينا أصلا المشاريع تاع القوانين السابقة اللي مراي لا ناض وما قبل كانت لونسير؟ هل أنا جو ندوموند أن بيل أدبي ومالي لهذا النصوص القانونية هذا المشاريع؟ واش جابت كابليس واش ما جابتش؟ أضف إلى ذلك كله غياب الأجهزة الإحصائية التي تساعد على اتخاذ القرار وصنع المعلومة. ولهذا يأمل النادي العلمي في تحقيق الآتي مجموعة من الأفكار نحاول نوصلها للطلبة الأكاديم. يأمل النادي العلمي أن يكون همزة وصل بين الطلبة الجامعيين وسوق العمل. المداخلة تاع اللي قالتها رئيس النادي قالت باليهودي الولوج إلى سوق العمل. هي في حقيقة الأمر أنا ما خليش طالب حتى يدي ديبلوم باش يلج إلى سوق العمل.
في حقيقة الأمر الطالب هذا لازم يتفورم على ويوجد في سوق العمل وهو ديجا طالب. ولهذا يكون فكرة ما يعرف به يروح يشوف دول متقدمة. الطالب كيجيب شهادة البكالوريا مثلا يدخل الجامعة 75% من الطلبة الجامعيين في الولايات المتحدة الأمريكية المتقدمة سوسون دي ليرنين وركرز. الطلبة العاملون 75% من الطلبة يخدموا، ماشي شاد حتى يدي ديبلوم باش يروح يحوس على وظيفة. وحنايا كي اللقاء الرسمي الاول هذا الاعلان الافتتاح الرسمي، حنايا ان شاء الله بربير عندنا مجموعه من الافكار، هو انه لايصال المعلومه بشكل واضح ودقيق نحاولوا نحتكوا كثير مع اصحاب المشاريع الناجحه وكوكليس اللي خدمت الصح مع المنتجات. مثلا نعطيك مثال، انا ما نحكي لك لا على ستيف جوبز لا على ايلون ماسك لا على مارك زوكر، ما نحكي لكش كاع. نعطيك مثال جزائري، عبد اللطيف حمامده نار على في الجزائر، صاحب مجمع جين في 97 دار مونساجر، كان يخدم في مطعم، اليوم ما شاء الله عليه راه صاحب مجمع ويخدم في كاع القطاعات. ونتمنى ان شاء الله بربي تجي المناسبة ونعرضو يديرنا هنا محاضرة ان شاء الله. كي تقرا ليكزومبل تاع هذا الانسان تعرف بلي صح هذا كان طالب وخدم في ريستورون وغسل المواعين و الى غير ذلك، ولكن الاساس والصح هو الفكره. ولهذا دائما نقول بلي التمويل تاع المشروع ياتي في اخر المطاف. اي انسان ضروري من الطلبه اللي راهم مشرفين اليوم، لو كان نقول مباشره ضروري نعطيك في يدك مليار، نعطيك مليار في يدك، شحال من واحد يقدر يجاوبني ويقول لي بلي ياودي هاش تراني هاش تاني تي سونداج صعب الاتصال باصحاب المشاريع الناجحه، ولماذا الاتصال باصحاب المشاريع الفاشله باش يقولوا لنا علاش فشلنا، واش من عطاك ما قدرتش توصل. ولهذا لو يسمح لي الجمع الكريم لونسي وبالتنسيق مع دار المقاولات ان شاء الله بدور تكوينيه اللي رايحين يديروها، لونسيو فكره احسن مشروع وتكون النتائج تاعها ان شاء الله بربي مع الدوره التكوينيه ان شاء الله. نقطه اخرى يحاول النادي انه يوصل لها، ترسيخ ثقافه خلق الثروه والخروج من فكره الدخل. الوظيفه هذه اللي تجيب لي دخل بمناسبة كاين واحد الأفكار مريدة في الدين تاعنا لا راي في الأمر، ولكن كبرنا بها. مثلا لو كان ندير أن بتي سونداج ونقولو للطلبة لو كان تدي ديبلوم تاعك وين تخدم، عند الدولة ولا عند بريفي ولا عند ولا دير مشروع عندك خاص، 80% من الطلبة يقول لك نخدم عند الدولة اللي هي الوظيفة العمومية، لا لشيء إلا لأنه يقول لك مباشرة يحوس على الامان المالي ولا روتريت. في حقيقه الامر ملي كي تخمم على لا روتريت بصح راك تخمم فيه كل قلوب، انت مولا 24 سنه تخمم على لا روتريت 60 سنه، في حين انه لو كان دير بروب بروجي تاعك تقدر تدي لا روتريت على 40 سنه. ولهذا كبار رجال الاعمال وارن بافيت يقول لك بلي اللي ما يديرش مشروع ويقعد يخدم عليه وهو مولا 40 سنة ما دارش في حياته. نقطة أخرى حبيت نثيرها، التعبئة والدعاية الإعلامية اللي صرات على منحة البطالة، لو كان منصات التواصل الاجتماعي اللي مهزوزة عليها، لو كان جات هذيك التعبئة وديك الدعاية وداك الناس تسقسي على كيفية إنشاء المشاريع في الجزائر، كيما كنا نحوسوا على لابريم شوماج شحال، منحة البطالة شحال، واش تاو الدوسي تاعها واش تاو المعايير تاعها، قررنا في موضع اخر. ولهذا كاين واحد المصطلحات قلت ما هي لا في العرف تاعنا لا في الدين، انت طالب اللي كابر فكره بفكره للاسف الشديد في الدار البركه في القليل، اسمح لي نهضر بالدرجه، حشيشه طالبه معيشه
وحيني اليوم وقتني غد وعرض الأفكار أبو الأفكار المغلوطة اللي أنا ما فهمتش على شكون اللي قال بركة بالخير. الله عز وجل قال لك المال والبنون زينة حياة الدنيا. مستحيل اللي راه يقرا وموش داير في باله بلي ولدي يولي ملياردير لا ما يقراش خير. صح على بالي بلي ماناش راح نقال ولدي ملياردير ولكن يسعى وقول يعمل. كاش اللي قال نحشي شطار ما يمشي. دونك تكوين طالب جامعي هدفه الاول والاساسي هو خلق الثروه من اي موقع ولا من اي منصب كان. شكرا. السلام عليكم. ننتقل بكم الى مداخله اخرى من طرف مدير دار المقاولاتيه فليتفضل رجعاً. سيدي عميد كليه العلوم الاقتصاديه وعلوم التجاريه وعلوم التسيير، سيدي الأستاذ المحترم دكتور بن دين أمير مؤطر نادي المقاولاتية وحوكمة المؤسسات، ونبارك الكلية وللقائمين على هذا النادي على هذا المزيول العلمي المبارك. إن شاء الله يكون لديه آفاق مستقبلية حول كيفية ولا تحت شعار طالب اليوم مقاول الغد، بمعنى إن شاء الله الطلبة يكونوا أصحاب مؤسسات في المستقبل. السادة المدراء المحترمون كل واحدا باسمه ومقامه، من ممثلين عن الوكالة الوطنية للدعم وترقية المقاولاتية، مدير الوكالة نرحب بكذلك الأخ نور الدين مدير ولائي للوكالة التشغيل، ممثل عن لا بنك اللي راح يتكلم عن الجانب التمويل بالنسبة للمؤسسات المصغرة، ممثل عن التكوين المهني لأنه عندما نتكلم عن التكوين المهني مقارنة بالطلبة الجامعيين هم الذين سيطروا في نسبة المشاريع، بعدها نتكلم عن الإحصائيات الخاصة ببروفي يونيفرسيتير وجماعة التكوين المهني. سيد كذلك ممثل عن الغرفة الصناعية والحرف، كذلك ممثل الوكالة لتسهيل مؤسسات صغيرة ومصغرة مسيو سعيدي. نشكر كذلك الأستاذ أمين لأنه تكلم عن الطالب أولاً، لأنه إحنا لدينا إشكالية اليوم في الممثلة ولا النادي مع الأستاذ المؤطر لهذا النادي الجديد قاموا بطرح إشكالية حول الطالب اليوم ولا كيفية توجيه الطالب نحو الحياة العملية أو سوق العمل. أتكلم دكتور أمين حول الطالب بمعنى الشخص الذي يتلقى مؤهلات علمية في الجامعة. اعلم أخي الطالب أن الطالب اليوم أحسن من طالب الأمس، وطالب الأمس أحسن من طالب اليوم. كي نقول طالب الأمس أحسن من طالب اليوم من خلال المؤهلات العلمية لو باجاج، وطالب اليوم أحسن من طالب الأمس من خلال الوسائل المتوفرة له. بكري طالب أنه صح مؤهلات علمية لو باجاج كي دير معه في التوظيف لوغريتمون دير معه لونتروتي قنع ساعتي اليوم، رغم أن طالب اليوم أحسن من طالب الأمس. وسائل متوفرة الإنترنت صدر الحمد لله وسائل كبيرة متوفرة له، هذا بمعنى الطالب. وتكلم عن الطالب ثم نروح لسوق العمل. إيش المتغير الثاني هو سوق العمل. نحن نعلم أن سوق العمل اليوم متشبع ساتوري، بمعنى كيفية إيجاد فرصة عمل للطالب. كيف نجيب له فرصة عمل؟ من خلال مجهودات اللي بذلتها الجزائر وعن طريق انشاء هذا الديسبوزيتيف لانات، بمعنى لونسر سابقا واللانات حاليا تبدل المهام تاعها من الكوتي سوسيال كوتي ايكونوميك، عن طريق وكاله التشغيل، عن طريق هذه الوكاله ديسبوزيتيف على مستوى الولايه وعلى مستوى الوطن، ب انه تقضي على هذه البطاله، عن طريق كذلك على مستوى الجامعه انشاء دور المقاولاتيه ولا دور المقاولاتيه البلوغيه تاعها. جات أنا بصفتي كمدير لدار المقاولاتية أيضا طلبة اليوم يشوفوا في الأيام الدراسية اللي نديروها والأيام التكوينية والتحسيسية الناس ما تعرفش دار المقاولاتية. لازم تعرف دار المقاولاتية. دار المقاولاتية أنشئت سنة 2013 على مستوى الجامعة عن طريق اتفاقية بين الجامعة والمونساج الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، وعلى مستوى الوزارة ولا على مستوى الجزائر بين وزارة التعليم العالي ووزارة التشغيل ولا وزارة العمل.
أنشئت سنة 2013 لديها فريق هذه الدار المقاولتية. لازم الطالب الجامعي العلمي لازم يعرف الدار المقاولتية ويعرف الدور تاعها شنو. الدار المقاولتية في الهيكل ولا في التركيبة البشرية، الدار المقاولتية متكونة من أستاذين من الجامعة وممثلين من الوكالة الوطنية للدعم وترقية المقاولتية، وكذلك ممثل عن وكالة التشغيل. الدار المقاولتية مقرها بولاية فارس، لدينا مكتب ولدينا كذلك سياج، ونقوم بعدة نشاطات. لدينا نشاطات خلال السنة الجامعية، قمنا باريكسون بعدة أنشطة خلال السنوات اللي جازت، رغم أنه أزمة كورونا شوية أثرت علينا بزاف. قمنا بعدة أنشطة، باريكسون قمنا بأيام تحسيسية وأيام إعلامية على مستوى الكليات، قمنا بندوات وطنية، قمنا بمسابقة النجومية. هذه المسابقة النجومية دارت سنة 2018 لدينا فيها أحسن فكرة مشروع اللي راح نطبقوها سنة، أنه الأسبوع القادم إن شاء الله لو 24 ولو 25 لدينا دورة تكوينية للطلبة حول كيفية إنشاء المؤسسات. بمعنى راح نديروا دورة تكوينية لمدة أسبوع ابتداء من 24 إلى غاية إن سومان، راح نكونوا الطلبة في الكوتي بروفيسيونيل كومون كريي اون انتربريز، كيف دير مؤسسة. إن شاء الله أنه لحد الآن مسجلين حوالي 200 طالب، احنا راح نديروا هنا دورة تكوينية بالمناسبة، واللي راح يكونوا ماشي أساتذة أكاديمية وإنما إطارات لي بونكيي، جماعة لاماد لي فورماتور عن طريق ممثل كذلك عن الصناعة والحرف، جماعة لي زامبو، الإكسبر كونطاب، الغرفة التجارية، لي كود. بمعنى راح نكونوا في الكوتي بروفيسيونيل، وراح نمد لك أن ديبلوم في نهاية الدورة التكوينية. نزيد ماشي ما نطولش، راح نخلي الجانب المدراء بيتكلموا على سوق العمل عن طريق استحداث المؤسسات. نمد لك نسب انه طلبه صح طلبه داروا مؤسسات، انه ما يخمش في الوظيفه العموميه مع القانون الجديد طالانات، انك حتى تكون حتى العمال انك تكون عامل وتكون افيلي مسوري وتقدر تدير مؤسسه. هذا قانون جديد اللي كان في افريل 2022 جاء هذا القانون بانه حتى الموظف يقدر يدير مؤسسه، وفي حاله نجاح المؤسسه وتكون وتغطي المصاريف تاع البنك او كيتيرا تعاود تخرج من الخدمه تاعك. زيد نعطيك احصائيات انه عدد الطلبه اللي قاموا بانشاء مؤسسات حسب السنوات. في سنه 2011 كانت النسبه للجامعين 4%، بمعنى نسبه قليله بزاف. انا بصفتي عضو في لجنه انتقاء وتمويل المشاريع على مستوى ولايه شلف، مع في هذه اللجنه انه النسبه دائما لجماعه التكوين المهني لي بلون بي، جماعه الكريسيتي، بصح بارتي منين ذاك يدخل ثلاثه اربعه جامعيين. راح نمد لك النسبه. سنه 2012 عندنا حوالي سنه كومبلي طلبه جامعيين كاين حوالي نسبه قليله بزاف 5%، سنه 2013 5%، 2014 5%. بمعنى كاين عزوف الطلبه كما تكلم الاستاذ انه مازال الطالب يخمم في الوظيفه العموميه، لا يرى كاين تسهيلات، انه راه كاين تسهيلات على مستوى لاناد وما كاش طو دانتيغي نحو 1%، تدي 1 مليار ترجع 1 مليار. وبصفتكم انتم كطلبه قطاع كليه الاقتصاد راكم تقول لا، كل الكليات راهم يدرسوا مقياس المقاولاتيه. كي تكلم عن المقاولاتيه بمعنى كومون كري لونتربريز، كيف تنشا مؤسسه، هذه المقاولاتيه. انت كي تجي تعرف المقاولاتيه بمعنى تنشا مؤسسه، سواء مؤسسه نمطيه مبنيه نفس الفكره ولا مؤسسه مقاولاتيه بمعنى فكره جديده. ديرنييرمون انا نشوف اون فام فات عندنا في اللجنه سي طيب، انه اون فام جامعيه تقرا اقتصاد نقرات عندي شدرت، جابت بروجي جديد، دارت ان كافيتيريا ليتيرال، مقهى ادبيه بور لي فام. هذه فكره جديده، دونك انت تكون انت وصاحبتك تدوري في البلاد ما تقدريش تدخلي قهوه صاي تحوسي على قهوه تنسى. دارت فكره جديده جابت النيدي. اعلم ايها الطالب انه جميع المؤسسات الكبرى في العالم انطلاقها فكره، كوكا كولا بيبسي اكسترا هي فكره، وحنا نسموها بفكره المشروع. انا داير مسابقه بالنادي راح بالتنسيق مع الدار المقاولاتيه راح يدير احسن فكره مشروع، راح نديروا احسن فكره مشروع. بمعنى ان بعد كي نديروا لجنه ندوا احسن فكره ندوا نرافقوها على مستوى لانت، فهمتوني؟ زيد اخر نسبه اللي مديناها الوزاره مع عندها دو سومان ولا نسبه سنه 2021 و2022
2021 كان حوالي 30 طالب دار بروش 2021 هذه، رغم الظروف ولا الظرفيه تاع كورونا انه حوالي 30 طالب في سنه 2021، و 2022 حوالي 20 طالب في السنتين، كاين 50 طالب بنسبه 40%. راه كاين شويه طلبه وراه كاين الناس راهي دار مقاولاتيه، ومقياس المقاولاتيه الذي يدرس من طرف الاساتذه راهم يقوموا بغرس الثقافه المقاولاتيه في الوسط الجامعي. الحمد لله بصفتي قلت لك عضو اللجنه حوالي 50 طالب في سنتين اللي داروا مشاريع، والله كاين طلبه جامعيين انه سيغطوا الاموال، ويحضر معنا البنكي ممثل عن البنوك راح يتكلم بعد على التمويل والناس اللي غطت. كاين بزاف طلبه اللي غطوا التمويل تاعهم عن طريق لابونك، وراهم الحمد لله حقوا ارباح وراح يديروا اكستونسيون. انت في حال انك تغطي الاموال تاعك تدي 1 مليار ولا وعلى مستوى الوطنات من 100 مليون حتى المليار، وهنا حسب التمويل تاعك، اما التمويل الثنائي ولا التمويل الثلاثي ولا التمويل الاحادي الاوتو فينونسمون. بزاف انه لي ميتسا لي فارماسيا كي يتخرجوا يروحوا بزاف للاوتو فينونسمون اللي حتى يستفادوا من لي زافونتاج فيسكال. ان شاء الله في الدوره التكوينيه اللي جايه الاسبوع القادم راح يحضر معنا ممثل عن الضرائب، راح يتكلم بزاف عن الامتيازات الجبائيه بالنسبه للمؤسسات الصغيره والمصغره والناشئه. هنا خلط بزاف عند الطلبه في الاونه الاخيره، حتى بعض الاطارات في بين المؤسسه الناشئه والمؤسسه الصغيره والمصغره والنمطيه وحاضنه الاعمال، ان شاء الله راح نطرق اليها الى في الدوره التكوينيه باذن الله. الحمد لله في الاونه الاخيره كما صار ان الطلبه يتوجهوا الى الوكاله الوطنيه للدعم وترقيه المقاولات الى لونجام. لونجام هذه القرض المصغر اقل من 100 مليون، وراهم يحققوا بزاف، راهم عندنا بزاف مؤسسات ان شاء الله، لانه الهدف حتى هناك تسهيلات. والله بصفتي قلت لك عضو في اللجنه يعني حتى الولاد ولا من السلطات العليا انه هناك تسهيلات للطلبه من اجل انشاء المؤسسات. لماذا؟ لانه من اجل الخلق، والخلق لله مناصب شغل. هدف الدولة أنه تجمع أنه هذه المقاولاتية تجمع بين التنمية المحلية الاقتصادية وخلق مناصب شغل. احنا هاو الهدف تاعنا. كاين بزاف طلبة راهم داروا مؤسسات وراهم موظفين على الأقل ثلاثة أربعة، رغم أنه نسميها بالمؤسسات العائلية، بمعنى كي يكون صاحب المؤسسة راح يجيب بابا خوك سيترا، معليش مؤسسة عائلية، والحمد لله نسبة كبيرة للجميع. الضرورة بصفتي انا كعضو في لجنه تمويل المشاريع انه نضرب بزاف على الجامعيين، بمعنى او بروف يونيفرسيتي جامعي لازم يدي بروجي تاعه، لانه بصح لازم تكون فيك صفات ايها الطالب ولا يا صاحب المشروع، لازم التصميم على النجاح. كي نريسكي غيان يعني لازم تريسكي، ماشي تقول انا حكيت في الملتقى اللي جاز جبت في عينه انه طلبه قال لي في البدايه استاذ جيت نفتح ندير ان بروجي كدير ندير اونتربريز او داير المشروبات. قال لي كي جيت نفتح قالت يماه قالتو انا ما ديش اليمونطاسيون كيما ولد عمك تدي 1000 ريال دروك خدام، شوف با دير مشروبات انت اكسيتيرا ابني، قالتو كودي اليمونطاسيون خدام. قال لها لا، تصميم على النجاح. قال لها لازم ندير ان بروجي. والله العظيم انا روحت ليه راه سماها بمشروبات لامارك تاعها يسموها الاحباب. قال لها التصميم لازم تكون فيك، لازم التصميم على النجاح. راه ناجح وراه موظف عمال وراه عنده ميزانيه، عنده اصول، عنده لي فورغو، عنده اكسيتيرا اكسيتيرا، وراه ناجح وغطى وراه دار الاكستونسيو، عاود دخل عندنا في اللجنه ودار توسيعه النشاط، وسع النشاط. اذا نصيحتي للطلبه كمدير دار مقاولاتيه لهذه الجامعه انك لازم تتوجه سوا ذروك، ولا لازم ذروك قبل ما تخرج ماسترتو لازم تكون عندك فكره، دير فكره تاعك. فكره كي تتخرج نتوجه لانات اي سومان تفوت تاسكري تحط الملف تاعك، راح يتكلم الطيب على كيفيه في المداخله تاعو كيف نديروا مؤسسه عن طريق لانات، بمعنى المرافقه عن طريق الوكاله الوطنيه للدعم وترقيه المقاولاتيه. اخر نسبه للطلبه الجامعيين على مستوى لانات 50 طالب جامعي في سنه 2022 اللي داروا المؤسسات. هذه كصفه عامه حول الدار المقاولاتيه للناس اللي ما قليل ما يعرفش الدار المقاولاتيه. مقرنا متواجد مكتبي بطابق ثاني برئاسه الجامعه ولاد فارس واستاذ بكليه الاقتصاد. مرحبا بطلبتي انه لورينتاسيون مش عارف انا اي حاجه مرحبا بكم، ونشجعوا الطلبه بيدير بروجي فهمتوني. وبارك الله فيكم ونشكركم جميعا، ونرحب بالاستاذتين، استاذه تحضر معنا الدكتوره بثلجه مشكوره، انه استاذه المقياس
المقاولتية، والأستاذ البروفيسور قريش غادي يبارك الله فيك على الحضور تاعك ونستفادوا منها بزاف. يا أستاذ كذلك أستاذ مقياس المقاولتية، وبارك الله فيكم ووفقكم الله لخدمة البلاد والعباد. أشكر مدير دار المقاولتية على هذه المداخلة، والآن مداخلة أخرى لممثل عن الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولتية، فليتفضل رجاءً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الجديد. شاكر من الاستضافة نادي العلمي المقاولتية والحكمة في هذا اليوم الدراسي حول سبل التشغيل. ما يخفكمش أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية اللي هو جهاز يسعى إلى خلق الاستثمار على مستوى المحلي، وبالتالي خلق يد عاملة دائمة. يحضر معنا رئيس الوكالة الولائية للتشغيل اللي هو ممثل التشغيل على مستوى المحلي، لأنه جهاز الوكالة الولائية للتشغيل تعمل بالتوازي مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية، لأن الدولة لما استحدثت أجهزة مكلفة بخلق الاستثمار على المستوى المحلي، يعني بالضرورة إنشاء مؤسسات اللي راح تدير قيمة مضافة على المستوى المحلي، وبالتالي خلق يد عاملة مباشرة. كاين اتفاقية اللي بين الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية وجامعة حسن شباب بن معلي اللي كانت بتاريخ فبراير 2018. هذه الاتفاقية اللي الهدف منها هو خلق ولا تحسيس الطالب حول الفكر المقاولتي، لأنه الطالب من قبل كان لما يخرج الحياة العملية يلقى روحه في بحث جديد عن فرص الاستثمار او البحث عن وظيفه عمل، وهذا خطا. واش استحدثت السلطه العموميه في اطار الاتفاقيه اللي بين وزاره العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزاره البحث العلمي، وزاره البحث العلمي داروا اتفاقيه اطار اللي تلزم الوكالات الولائيه 58 وكاله ولائيه انها تدير بما يسمى دار المقاولتيه. دار المقاولتيه من بين المهام تاعها اللي هو التوعيه والتحسيس، يعني تنظيم ايام دراسيه، تنظيم دورات تكوينيه، تنظيم بما يسمى لي ستار دو لونتربرونيا، وتنظيم بما يسمى الجامعه الصيفيه. يعني الطالب اللي من خلال بعد ما يكمل المسار العلمي تاعو في الجامعه راح تكون عنده افكار حول الاستثمار. يعني نسبه المساهمه للطلبه على مستوى الوكاله الولائيه لدعم وتنميه المقاولتيه من 4% توصل حتى 45% للسنوات الاخيره. هذا يرجع الفضل لدار المقاولتيه وللاطارات المسيره لهذه الدار المقاولتيه. يعني ما يخفاكمش انه تعديلات كثيره وكثيره جدا على مستوى على جهاز الوكاله الوطنيه لدعم تشغيل الشباب سابقا حاليا راه لاناط الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولتيه. يعني كاين شروط الاستفاده من جهاز الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولتيه. من بين الشروط الشرط اللي هو شرط السن، يعني السن حاليا راه من 18 سنه حتى 55 سنه. يعني الشرط الثاني اللي هو عامل التكوين، والشرط الثالث اللي هو تقديم مساهمه شخصيه. حاليا راهي مساهمه شخصيه راهي 5% بالنسبه للبطالي و 15% بالنسبه للمؤسسات للشباب اللي يكونوا في حال نشاط. وكاجراء جديد اتخذته الدوله الغاء بما يسمى شرط البطاله.
يعني من قبل كان لازم تكون نطاط، حاليا تم الغاء شرط البطاله، يعني للمؤسسات اللي يكونوا في حاله نشاط بامكانهم انهم يوجهوا للوكاله ويستطيعوا انهم ينشئوا مؤسساتهم في اطار جهاز الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه. دونك هذا باختصار شديد لما للمهام اللي تقوم بها جهاز الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه. وشكرا لك. مداخله اخرى لمدير وكاله التشغيل فليتفضل رجاء بمداخلته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بدي ابدا ارحب بالحضور الكريم، ارحب بالاساتذه الكرام، كلهم باسمه وكلهم بمقامه. نعتذر على الوصول متاخرا نظرا لارتباطات مهنيه طارئه. في بادئ الامر نقدم التعريف الخاص بالوكاله الوطنيه للتشغيل. الوكاله الوطنيه للتشغيل هي عباره عن منصب عمومي هدفه ومهامه الأساسية هو الربط بين عارض العمل وطالب العمل. عارض العمل هو المؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة أو الأجنبية، وطالب العمل هم المسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل. إذا ما كانش طالب العمل مسجل في الوكالة الوطنية للتشغيل ما يعتبرش طالب عمل. على هذه لازم طلبة كيتخرج بلا ليسونس ولا الماستر يتصل بالوكالة الوطنية للتشغيل. ترتبط الفرع الولائي للتشغيل بولاية الشيخ، عندنا خمس ملحقات محلية، هي الملحقة المحلية للتشغيل بشلف مركز، عندنا الملحقة المحلية للتشغيل بوقادير، الملحقة المحلية للتشغيل بيتنس، الملحقة المحلية للتشغيل بالشرقية، والملحقة المحلية للتشغيل بواد الفضل. تم إنشاء الفرع الولائي للتشغيل بشلف بتاريخ 1963 بهدف إدارة وتنظيم سوق العمل على مستوى الولاية، يؤدي مهام التنسيق والدعم والتواصل بين جميع الشركاء من أجل الوصول للأهداف المرجوة، كما يلعب دورا محوريا في الوساطة بين طالب العمل والمستخدمين من خلال محطاته المحلية. يشمل الفرع على خمسة محطات كما تم التطرق إليه، محليا متوزعة على مستوى الولاية بهدف التقرب والتكفل الجيد بطالب العمل وكذا المستخدمين والتحكم الجيد في حوض التشغيل المتمثلة في الخمس ملحقات المحلية التي تتطرق إليها. التوزيع الجغرافي، التوزيع الجغرافي للملاحق المحلية على حسب لو باسان دونبلوا أو حوض التشغيل. مثلا عندنا الجهه الجنوبيه او الغربيه هي صحة القول، عندنا المحطه المحليه للتشغيل بوقادير تضم تسع بلديات وهي اولاد نهر القادر، الحجاج، بوقادير، ويرسلي، الصبحة، عمران، هنفا، توريت، والظهر. عندنا شريف مركز وتضم ثلاث بلديات اساسيه هي مبروع، شريف، وسنجاس. عندنا المحطه المحليه للتشغيل واد الفضاء وتضم بنيراجيب، واد الفضاء، عاشور، كريمية، وادي برتابة. الملحقة المحلية للتشغيل بالشرقية تضم الزكوجة، بنيرية، لاطير، دجاجة، بوزغاية، تاجنة، ولافارس، والشرقية. وعندنا في الجهة الشمالية الملحقة المحلية للتشغيل بيتنس تضم البلديات نحوة، بريرة، واد بوزين، تنس، سيدي عكاشة، سيدي عبد الرحمن، ترسا، أبو الحسن، مسدد، والمرصد. تفكير أو التخطيط المركزي حاول قدر الإمكان تقريب الإدارة من المواطن قدر الإمكان. مع هذا كاين نقص، كي نجي نشوف عندنا بوقادير بلدية الظهرة أو بلدية توريت بعد عن الملحقة المحلية حوالي 70 كيلومتر. حنا رانا في مشروع، درسنا مشروع انشاء محطه محليه بعين مران او توبيت وطيب الدراسه. اهم مهام الفرع الولائي او الملحقه المحليه للتشغيل او الوكاله الوطنيه للتشغيل هو
تنظيم ومعرفة وضعية السوق الوطني للتشغيل واليد العاملة وتطويرها، وضع منظومة معلوماتية تسمح بالاطلاع بكيفية دقيقة ومنتظمة عن تقلبات سوق الشغل واليد العاملة، المشاركة بتنظيم وتنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيل التي تقرها الدولة، متابعة تطور يد العاملة الأجنبية بالجزائر في إطار التشريع وتنظيم المتعلقين بتشغيل الأجانب وتنظيم البطاقية الوطنية للعمال الأجانب وتسييرها. لأجل ذلك قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بقفزة احترافية وعصرية، حيث اعتمدت على نظام وسيط الذي هو منظومة معلوماتية تقوم بالربط بين طالب العمل وعامل العمل، وتنمية المهارات في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال إجراء تكوينات بمستوى ملف جديدة مركز تكوين ومركز الأرشيف بالعاصمة، عندنا خليط الإسراء، عندنا مركز النداء 3005، وعندنا المدونة الجزائرية للمهن والوظائف. فيما يخص المدونة الجزائرية للمهن والوظائف، أساتذة أو طلبة يمكنهم الاطلاع عليها من خلال تطبيقها في الهاتف، المدونة الجزائرية للمهن والوظائف. نضرب نظرة على النظام المعلوماتي الوسيط الذي هو خاص تسيير طلبات الشغل. هو نقدر نقول ثلاث محاور أساسية هو تسيير طلبات الشغل: تسيير عروض العمل من المستخدمين، ويمكن لطالب العمل تسجيل أو تسجيل طلباته من أي محطة محلية على المستوى الوطني. الجهاز الأخير الذي تم استحداثه في إطار منحة البطالة هو جهاز أنشئ مؤخراً، كان له صيت على المستوى الوطني، نتطرق إليه في أسئلة، إذا كانت هناك تدخلات سنقوم بالإجابة عليها. هناك خدمات عن بعد متمثلة فيه، يحق لأي طالب أو أستاذ أن يلتحق بالوكالة الوطنية للتشغيل عن طريق الوسيط أونلاين قناة بونديزيت. تصفح يقدر يسجل عن بعد، طالب العمل يقدر يسجل عن بعد ويتصل بالوكالة المحلية من أجل لا فاليداسيون أو تأشير. فضاء طالب الشغل، عندنا تسجيل أولي طالب شغل جديد، تحليل المعلومات إضافة الشهادة، تجديد طلبة شغل، الاطلاع والترشح في عروض العمل، السيرة الذاتية، يمكن التواصل مع الوكالة. فضاء المستخدمين، اسم سوبرفايزر، التسجيل الأولي للمستخدمين، اي مستخدم يقدر يدخل للسيت ديال الانسكريبسيون تاعو، تسجيل اولي المستخدمين، تسجيل عروض عمل كلاسيك او دي بي اذا كان عنده عرض عمل يقدر يسجله، اطلاع على طلبات الانتقال، اي طالب منكم يقدر يدخل يسجل، يقول له انه الباص يقدر يكونسلتي به لعروض العمل المتوفره في الوكاله الوطنيه، الردود على التوجيهات والتواصل مع الوكالة. عندنا تطبيقات الهواتف الذكية تطرقنا لها، عندنا مونوف دونكوا، عندنا لانا لغوتي هوسيال العنان اي مون اجونس. التطبيقة الأولى مونوف دونكوا هي تطبيق في الهاتف الذكي، يمكنك تفحص عروض العمل المتوفرة على المستوى الوطني، باريزونك انجينيور ولا ماستر في العلوم الاقتصادية، يحوس على كشعر عمل، يدخل في تطبيقه مونوف، يشوف لي زوفر اللي كاينين بروفيل فيهم واللي يقدر يبوستي فيهم. عندنا لانام هذه متعلقه
كل شخص عنده الميتيي تاعو برينسيبال، عنده المهنه، المهنه الاساسيه اللي يقدر يسجل بها. احنا كيجي عندنا الله نعم بيسجل طالب عمل، يستقبل من المستشار، المستشار يعرض عليه مجموعه من المهن، هذه اسمها لانا. هو كي يكونسيتي لانا يعرف واش كاين واش يقدر يجيب على حسب التخصص العلمي تاعو. عندنا مونجونس، مونجونس هو في حال ما اذا كنت تبحث عن مقر المحاكمه المحليه لم تجد، تقدر تستطيع بالمونجونس تجد المحاكمه المحليه. ما ذكرنا منظمة الوضع توجه لخدمة طالب العمل وقصد البحث الاطلاع ومتابعة عرض العمل الذي يتناسب مؤهلاته والفرص المتاحة للطالب. لانا اللي ذكرناها مون اجونس كيما قلت لكم خدمة موجهة للمتعاملين مع الوكالة من طالب العمل والمستخدمين لتسهل لهم تحديد موقع الملحقة للطالب من مكان إقامتهم أو تواجدهم عبر جهاز الهاتف الذكي. تطبيق ترسيم هو تطبيق جديد خاص بالعاملين في إطار الإدماج المهني الذي سيتم السوم عملية الترسيم. أي طالب عمل مستفاد جهاز الإدماج المهني يقدر يشوف متى راح يترسم ومتى اللقطات اللي راح يترسم فيها إن شاء الله. شكرا لكم على كرم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر النبي العلمي للمقاولتية وحكم المؤسسة على هذه الدعوة التي شرفتنا، شكرا. بسيلتنا كبنك تكون مداخلتنا حول التمويل الذي هو يعتبر الشغل الشاغل لكل مستثمر أو أي شخص يحاول من أجل خلق المؤسسة. تكون مداخلتها قصيرة فيما يخص التمويل. بعد الموافقة على الملف على مستوى لجنة الإحقاق المشاريع سواء على مستوى الرماد او الرجلان يتم توجيه الملف مباشره الى البنك الذي يتم مباشره استخراج او اعطاء الموافقه البنكيه من اجل التمويل. بعد فتح الحساب ووضع المساهمه الشخصيه التي هي مساهمه تكون 1% يتم التمويل على 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 مرحلتين. بعد المرحلتين المستثمر يجيب الاخر يسموه لورد جوفيرمون من عند سواء لاند ولا لونجام. يتم 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 الشكل الاول تاع 10%، ومن بعد كاين يجيب الماتريال تاعو يزيدوا له الباقي. التمويل تاعنا طرفه كيكون حتى يكون سواء كان يكون تمويل ثلاثي، مساهمة تاع الرماد، مساهمة تاع البنك، والمساهمة الشخصية. بالنسبة لنسبة الفائدة، نسبة الفائدة هي 0%، بالنسبة لفائدة المكان هي نسبة الفائدة في القرض الاستثماري هي 5.25 كيكون المستثمر عادي. في الأجهزة هذه تاع الدولة الرماد ولا الرجام نسبة الفائدة هي 0% بشرط الناس ما تغلطش تقول لي نسبة الفائدة كيما راهي 0%، ومن بعد كاين نعيطوا للمستثمر قال لي عندك ليزانتي لو خلص. بشرط ما تكونش عنده الديون متعثرة اللي يسموهم ليزانتي.
لين فات كان عند الاولمبيك هي المشكل وراه المشكل في المستثمر ما يقراش لا كونفونسيون الاولى الاولى انا بصفتي بالخبره اللي كانت عندي اي مستثمر يجي يقول لك واش راكم تمدوا وشحال تمدوا جامي واحد يجيب لك فكره لذلك هي الفكره هي الاساس النجاح فكره الايمان بها الثقه عدم الخوف من المخاطره الى توفرت في هذا الشروط ينجح عندنا امثله عديده بس كنا الهضرني الميليت قالوا لي راك معروضه هنا جيت والله ما تمشي الارقام معايا عندي امثله معدوده وبار اكسبيريونس اللي يكونوا يونيفرسيتير صدقوني والله لا ينجحوا بس كل المستوى العلمي يسمح لهم باش من اجل حسن التسيير تاع المؤسسه هي الايمان بالفكره هي الاولى نسبه الفائده هي 5.25 في فتره الاستثماري هذه 5.25 تدفع كامل من طرف الخزينه بشرط تكون متاحش في الام بي ليشيونس اللي طيحلو ام بي اوتوماتيكمون المبلغ تاع ليشيونس يولي يضرب في 8% ليشيونس الاولى الثانيه حتى يصيب روحو في الام بي تولي مؤسسه فاشله وثاني كاين ثاني كاين يوصل قادر كيوصل 70% عنده حق التوسيع هذا هو حق التوسيع المداخلة تاع عيسى الحوري كانت قصيرة جدا وراني هنايا في أي استفسار عن التمويل رانا هنا موجودين ذلك أننا نطلب منكم لأي واحد ذكرى حسن اختيار الموردون على علاقة خير المورد يكون يسموه لي فورنيسور دو سبيسياليتي باش يضمن عاقل شيء يضمن خدمات ما بعنا يشري يروح يشري ماتريال من عند واحد ريفوندور ما يجيب له ماشينه ولا يجيب له نابورت كيل حاجه يجيبها له خاسره يجيبها له تراشيل ولا يجيبها له كذا وما يخدم بها شهرين ما يقول لك يعيط وتقول له روح تخلص يقول لك اودي راني مشكل مع الفورنيسور عندنا امثله عديده راه معنا في لاجيستيس يقول لك الفورنيسور الماشينه ما تجيبها لي سوا سوا والله ما خدمت ولا ما هذا هو اللي نقول لكم وراني حاضر سمحوا لي التدخل هذا القصير والله بسم الله ما حضرت بدون جبت معايا ارقام وتكون ان شاء الله يا ربي واشكركم انا هنا في الاستماع وشكرا اشكر مدير البنك الوطني على هذه المداخله والان مداخله اخرى لمدير الولائي لمديرية غرفة الصناعة التقليدية والحرف فليتفضل بمداخلة رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بالحق الله كان حتى مداخلة جينا باش نشاركوا في هذا اليوم الدراسي التحسيسي نشكر السيد مدير دار المقاولات الدعوه وكذلك الحوكمه اللي نتمناو ان شاء الله النجاح. احنا كغرفه صناعه التقليديه والحرف مؤسسه عامه للطاقه التجاري والصناعي حققنا بعض الاحصائيات في هاك عندنا اكثر من 10,000 حوالي 11,000 مسجل على مستوى غرفه صناعه التقليديه والحرف فيها حوالي 3% جامعيين عندنا 457 جامعي اللي عندهم بطاقة حرفي دايرين مؤسسات في الصناعة التقليدية والحرف. بالنسبة لقائمة النشاطات الصناعة التقليدية والحرف عندنا حوالي 400 نشاط تختلف من الصناعة التقليدية الفنية لإنتاج المواد والصناعة التقليدية للخدمات. النظرة نتاع بعض الإخوة في الصناعة التقليدية اللي نشوفها دائما صناعة تقليدية فنية اللي هي على سبيل المثال الفخار والزرابي وكذا. وكاين الجانب تاع الحرف اللي فيه نسبة كبيرة أكبر المسجلين أكثر المسجلين هم في الصناعة التقليدية إنتاج المواد والخدمات. وعلى كل حال كان غرفة تقدر تقدم تكوينات في كيفية إنشاء المؤسسة وفي كيفية سير حسن المؤسسة لأنه عندنا أساتذة متكونين ومكونين من طرف المكتب الدولي للعمل سيرتيفي بار لو انترناسيونال دو ترافاي. نديروا دورات تكوينيه اكسيليري تاع اسبوع حتى 10 ايام في كيفيه انشاء المؤسسه وكيفيه التسيير الحسن للمؤسسه. الاخوه والاخوات الطلبه مدعوين مرحبا بهم باش
يجوا يتصلوا بنا باش نديروا دورات تكوينيه مجانيه. كذلك هناك دورات تكوينيه في التخصصات في كل التخصصات حسب الطلب في نشاطات مختلفه، كل حسب معرفته والمهنه اللي يحب يزاول فيها النشاط. دائما احنا في الغرفه عندنا اعلاناتنا عن طريق دار صناعه تقليديه والحرف هنا بالسنة، عندنا دار صناعه تقليديه والحرف بالشطيه، وكذلك فيسبوك الغرفه اللي هو كامب وشلف ندير فيه النشاطات التي تقوم بها الغرفه. ونشكر الاخوه على الدعوه الكريمه، وان شاء الله تكون هذه المبادره ناجحه. احنا دائما في الخدمه كاعوان اقتصاديين. بارك الله فيكم، شكرا لك. والآن مداخلة أخرى لمدير التكوين المهني. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ ببدء أشكر سادة الدكاترة شركائنا زملائنا على أنهم أتاحوا لنا هذه الفرصة لنثير الموضوع. طبعا الإثارة في الموضوع من خلال مجموعة إشكاليات وبعض تصورات، لنقول بأن الجامعة هي عالم أفكار، كذلك الجامعة هي موقع ومركز استراتيجي، ونحن كذلك منتوج هذه الجامعة، لنحن منتوج استراتيجي ينبغي أن يكون منافس. المنافسة طبعاً ينبغي أن تكون في السوق، السوق فيه حركة تنافسية وتدافع. إذن ما موقعنا في هذه الحركة التنافسية والتدافع كمنتوج استراتيجي كطلبة جامعيين يملكون أفكار وتصورات قابلة للتجسيد في المكان وفي الزمان وبتكلفة محددة وفي موقع محدد. أقول بأن كل الطلبة لهم أفكار، لكن لهم إشكاليات كذلك ينبغي أن تحل. بين هذه الإشكاليات البحث عن منصب شغل ما بعد التخرج، لنعتقد بأن المقاولاتية اللي بينها هي كآلية من أجل التكفل بالذات والتكفل بطلبات السوق، نوظف نفسي ونوظف غيري. كذلك بحث أو إيجاد ثروة أو بعض تراكمات فكرية من خلال الممارسة والمهارات المكتسبة من الممارسة. ونحن وزملائنا في لانارد وكل الشركاء في سيد نور الدين المدير الولائي اللي عندنا اتفاقية كذلك مع لانارد مع الجامعة، كان اتفاقية إطار وزارية وكذلك اتفاقية إطار ولائية، كذلك اتفاقية خاصة من أجل باش تكون عندنا أفكار من خلال تجسيد، لأن الجامعة ما نضرش إحنا باش نجو نحكوا للجامعة الأفكار، لأن الجامعة هي مدرسة، هي اللي تبدلنا التصورات، هي اللي تبدلنا البلان داكسيون تاعنا. لكن إحنا الآن كيفاش نكون أكثر تقنية وأكثر مهاراتية في إسقاط هذه التصورات الفكرية النظرية إلى الواقع. ذلك أعتقد بأنه يكون من خلال دراسة السوق لأي منتوج أي مشروع قبل ما نجسده، نشوف المكان وين يكون هذا. نعطيكم مثال فقط بسيط، أحد الزملاء حب يدير مؤسسة تاع الكوستيم كلاسيكي، كان في تلمسة، هو أجنبي، يدور صاب الناس يعطوا بالجين، واش قال صاحبه؟ قال له ما نضرش أنا باش يكون مؤسسة تنجح أنا، علاش؟ قال له تشوف هنايا ما كاش طالب على المنتوج تاعي، إذا مستحيل باش نقدر نكون نسوق هذا المنتوج، إذا نبحث عن مكان آخر. لذا ما يكونش ما تكونش الدراسة ماشي غاية، راكم تدرسوا مليح الدراسة. ندرس من أجل أن نستفاد ونزود روحي أفكار علمية وتصورات، لكن العلم والمعرفة اللي بتحلش المشاكل أعتقد بأنها ليش فعالة. المعرفة الفعالة هي المعرفة التي من خلالها يمكنني إيجاد المنفعة وإيجاد الثروة وتحقيق الأهداف المسطرة، سواء كانت ذاتية أو اجتماعية أو اقتصادية. لأن أي مشروع ينطلق من الذاتية ومن الدافعية،
هذه الدافعية إما تكون دافعية اقتصادية أو دافعية اجتماعية أو دافعية المحيط من خلال التنافس أو من خلال الاحتكاك بالغير أو من خلال الصدمة الاجتماعية. أقول بأن الصدمة الاجتماعية عادة تلعب دور كبير باش نغير أفكارنا أو تغيير الفكر من خلال الصدمة، إما صدمة عبارة عن أزمة أو صدمة من خلال اختلالات اقتصادية واجتماعية. هذا ما يذكر ذكره الدكتور، ذكر لي الاختلالات الآن الموجودة، لكن هناك آليات اللي وضعتها الدولة كأجهزة من أجل التكفل بهذه الشريحة. نعتقد بأن الجامعيين ينبغي أن تكون لهم الثقة بأنهم النخبة. لازم الجامعيين يعتقدوا ويثقوا في أنفسهم بأنهم المنتوج الاستراتيجي اللي يمكن يكون في السوق، أنهم منتوج منافس بصفتي كإطار في التكوين المهني كمثل الشراكة والتكوين المتواصل ومن خلال الممارسة والاحتكاك بالواقع. أنا تقريبا 60% من التكوين المهني مع الزملاء أنهم عندهم مؤسسات اقتصادية وراهي ناجحة وراهم مشغلين حتى جامعيين. جامعيين الآن مشغلين لهم ناس ممكن جدا عندهم مستوى محدود من التعلم، مشغلين جامعيين. ليس العيب أن ندير مؤسسة، بل العيب كي ما نبادرش، والعيب لما ما نحتكش بالمحيط تاعي. وزملائنا الفوت عارفوا كما نعرف تسير وعلم وفن وعلم وعملية مستمرة. معنى العلم هو كل ما تتحصل عليه من عارف علمية داخل الجامعة، لكن المهارات المكتسبة تكون من الواقع ومن الممارسة ومن الاحتكاك بالغير ومن الخروج إلى المحيط. وهذا ما ينبغي الذهاب إليه هو الجامعة والواقع الاقتصادي، الجامعة والمحيط، الجامعة الطالب الجامعي والواقع الاقتصادي. هذه كلها إشكاليات حقا ينبغي أن تطرح. أقول بأن على الجامعي أن يفكر ما بعد التخرج، وهذا هو التفكير الاستراتيجي اللي ينبغي على الطالب الجامعي. يوضع أهداف، هي الأهداف التكتيكية أنه يجيب عامه في وقته، هذا هدف تكتيكي. لكن الهدف الاستراتيجي هو أنه يتخرج وينجح، يبحث عن مجموعة خيارات. وش الخيارات أو فرضيات بلغة أخرى؟ أن نخرج، وش هو المسار تاعي؟ أسكو نتوظف عند الدولة كما ذكر الزملاء؟ أسكو نكري مؤسسة وحدي؟ أسكو ندخل شريك؟ معناها ما هي الفرضيات التي ينبغي أن تكون كخيارات أو بدائل أو مقاربات؟ ونقول بأن على الطالب الجامعي أن يكون له بحث وتصور حول المقاربات الممكنة للطالب الجامعي ما بعد التخرج. وأظن هذه قد تكون مذكرة، مقاربات ممكنة للطالب الجامعي ما بعد التخرج، اللي من خلالها كيف يمكنه ولوج عالم الشغل والتكفل بذاته وبغيره من طالبي الشغل. كذلك كيف نكون كإطارات وكموارد بشرية إيجابية في المجتمع، ونفيد أنفسنا، نفيد عائلتنا، ونفيد المؤسسات تاعنا، لأن قوة الدولة في قوة المؤسسات، وقوة المؤسسات في قوة عمالها. ونتمنى باش نكونوا إحنا كموارد بشرية فيها فعالية، ونفيد المؤسسات تاعنا بالقيمة المضافة، وتنعكس على طبعا على الدولة تاعنا والقيمة المضافة والدخل الوطني تاعها يزيد وينعكس على الدخل الفردي. وشكرا لك. أشكر مدير التكوين المهني على هذه المداخلة، والآن مداخلة أخرى إلى لمدير مركز تسيير المؤسسة الصغيرة والمصغرة، رجاء فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر الجامعة على الدعوة، كما نشكر كل إدارات الجامعة، الأساتذة والمؤثرين على تنظيم هذه الندوة المتعلقة بالمقاولاتية. السادة مدراء الحضور، السادة الطلبة، السيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل حال الأساتذة اللي تقدموا بالمداخلة تاعهم جم نقول ما خلاونا والو. لوش نقول؟
ورقري حفر نوطي نقرمي إلى إبارات على كل حال إحنا شي اللي نأكد عليه أننا رانا في الميليو كي كونستيو أن أونتونوار تاع الماتير غريز. الجامعة هي المحور، هي لا سورس تاع لو بوتونسيال هيومان كاليفي اون ماتير دو كاليفيكاسيون، يعني تيوريك ما نهضروش على لا براتيك. مالغري كو شي دائما نظري لازم نكملو، هي كوم ان كومبليمون لازم اون فورماسيون سور تيرا. شي اللي نأكدو عليه ان اولا البطالة هذه لازم نتوما تاخذوا شي الامور، نهضروا بكل صراحه، الدوله مش قادره دور وقت توفر لكم مناصب ولو مينيموم دو بورسونتاج تاع لي ستوديون تاعنا ولا لي سونتر تاع لي سونتر دو فورماسيون ولا لي انستيتيو اون جينيرال. الشيء اللي تخموا فيه انكم من دروك مادام راكم تقراو بروفيتيو دو بونسي افير à créer une idée de projet. C'est très important. Je vais vous parler de la mission que je suis en train de faire. C'est le Marquez d'Am et l'Istichar. Le centre d'appui et de conseil au PM. Avant de vous parler, je vais vous dire que c'est un bétal qui est parce que la nature de la CSAT قديمة كانت الناس تمشي بها تاع الاقتصاد الموجه اكسيتيرا لا سونتراليزاسيون اكسيتيرا، هذه هي اللي داتنا الهويه ودات المؤسسات وفلست المؤسسات وتبعت هكذا بطلة بكان دي ناسيونوليك سكي كري سدير ان بورسونتاج دو شوماج تري امبورطون في سورتو في لي بي تاعنا هكذا. دونك ليتا نا با بيو ريبوندر على دوموند دي دوموندور دومبلو واش دارت خلقت هذه الأجهزة تاع دي اي بي دي اي اس لي بروجي دو بروكسيميتي دوك لي ديسبوزيتيف بور ايسيي دابسوربي ان بي بو صدير لو شوماج. مي كون ميم سي ان تريك دو بريكولاج، انا بالنسبة ليا سي دو بريكولاج باسكو انت كي دير واحد دي اي بي يخدم عام عامين و بعد سي با لا بروف سكي سباس اكتويلمون الناس اللي يحبسو لهم لي كونطرا راهو في نافو ديجا راهم سون كونطرا دو مانيفيستي اكسيتيرا. ما كاش كيما الانسان اللي يخمم يدير المؤسسه تاعو هو يولي لو باترون دو لوي ميم يل بو كري لانفستيسمون شتا هو الاستثمار. المقاوله تاعي علاه نديرو المقاوله تاعنا نخرقو الثروه نخرقو على سيب شو اون فالور اجوتي باش انت تولي ان اكتور ايكونوميك. Un étudiant ou une étudiante oublie un acteur économique. L'investissement, c'est l'opportunité que nous cherchons. C'est ça. Il y en a qui disent le classique. Ça va me faire un jean. Qui veut dire le classique, mais un jean. C'est pas normal. Donc, l'opportunité, c'est la réponse à une question, à un besoin urgent. Ben voilà l'investissement. Donc, tout le monde se trouve au climat. C'est très important. مام الدبلة عطات لكم كاع الإمكانيات، راهي دارها كاع لي ديسبوزيتيف باش تعاونكم، التمويل كاين، لاكومبانيومون كاين، لوريونتاسيون كاين، ألور واش يمنعكم أنتوما باش غدوة إن شاء الله أنتوما تكونوا أون فورس، حنا نولوا لالجيري دوفياندرا أون فورس إيكونوميك في الـ في الـ في الـ في الـ في الباسات تاعنا، إي بوركوا با، دونك جو فوز أفيت أترافير سو بلاطو. باش تكونوا ديروا الإرادة على كل حال كما يقول لك على حسب أهل العزم تأتي العزائم. كونت اون فو اون بو ما عندكم حتى نقص على الناس الآخرين على الشناوة ولا على لي جابوني. حنا ربي سبحانه كي خلقنا عطانا عقل واحد سي لون فو ديفلوبي لو سندير لا سيرفان تاعنا اون بو ولا خلينا تحجرة سيلفي كي نافوس با ركي. دونك هذه المناسبة على كل حال بعد المؤشرات نعطيهم لكم على الحوصلة هذه على كل حال نجزها للمركز منذ تولي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وتطوير المؤسسات في
في هذه لا بيريود هذه دوبي 2020 ان عدد اصحاب المشاريع الذين تم استقبالهم لي بورتور دو بروجي كي اونتي تي ريسو بار لو سونتر 213 عدد اصحاب المشاريع الذين تم توجيههم صدير توجيه حنا نتقوا بالتنسيق مع الديسبوزيتيف لان موساج لا كناك اكسيتيرا 155 اللي جاوا عندنا ووجهناهم وتراقبوا من طرف الاجهزه عدد اصحاب المشاريع الذين تمت مرافقتهم لا كومبانيون تاعهم حنا لا كومبانيون كونسيست اون ليلابوراسيون دي بلان دو لي بيزنس بلان اي لي زيتود تكنيكو ايكونوميك بلوس لا فورماسيون او كان دو بيزوان فورماسيون سوا اون مانجمنت en gestion des ressources humaines, en comptabilité, etc. Donc, عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها sur 58 entreprises PME, la porteuse de projet accompagnée, عندنا 53 مؤسسة أنشئت ورايح حيز الخدمة. عدد المناصب المستحدثة وهذا هو le plus important, c'est 263 postes à créer. 263 منصب عمل استحدث الى الاوان على كل حال كنشوفوا بحجم الوكاله اللي عندها 64 هيئه محليه بين مشاتل ومؤسسات لان كاين مشاتل يعني بيبنير دونتربريز اللي يديروا الاحتضان والايواء وكاين لي سونتر كيما حنايا سي ا كاركتير ادمينستراتيف اون في لاكومبانيمون اي لاسيستونس تكنيك اون ماتيير دو ديلابوراسيون دي بلان دو دي بيزنس بلان دي فورماسيون هذه هي وعلى كل حال نتمنى لكم كل نجاح وان شاء الله تكون هذه انطلاقه كما قال الرئيس انطلاقه سنه اقتصاديه لا رونس دون اني ايكونوميك ان شاء الله اترافير منا من الجميع ان شاء الله وبالتوفيق السلام عليكم مدير مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمصغرة على هذه المعلومات والآن مداخلة أخرى لممثل ديوان مؤسسة الشباب إن كان حاضرا معنا طبعا والآن نفتح باب المناقشة لطلبة والأساتذة أي استفسار بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بذلك أشكر المنظمين والسادة الحضور من مختلف الهيئات والأجهزة الداعمة للمقاولاتية كما أشكر الحضور على يعني ولو أنه محتشم لكن فالخير أن هذا يعني البادرة اللي داروها بعد سنتين من خدمتنا يعني ما كانش هناك نشاط نتيجة طبعا تعرفوا كان من ظروف الجائحة إن شاء الله نستمر في هذا قبل هذا كنا طبعا الأستاذ والدكتور بن عادل المدير تاع المقاولاتية كان عنده نشاطات كثيرة في المقاولاتية ودرنا قبل هذا عدة أيضا أيام دراسية إلى آخره سمحت لبعض المداخلات اللي قدرت أكتبها تكلمت فقط على بعض أعطيت أرقام آخر رقم قلت وقل 60 60 60 رقم أرقام اللي تدخل 50 هكذا هي ما كان هي طلب الديسبوزيتيف ماشي شرط جامعي الآن حنا نواصل الأستاذ الدكتور متعابد تكلم على أبل في 50 بروجي تاع اونيفرسيتي 12 اني سيكسيسيون إيه الله يبارك 2020 فوالا الأستاذ المسيو الديريكتور تاع لافيانا تكلم قال لك إيفيان لانفستيسور إيفيان بصح الشيء ديرو ديموندوريو واش عندكم يقول لك واش عندكم ندوا دونك كاين واحد العناصر والامور تعرف عليها اول حاجه هي الفكره اشكاليه ليدي
وثاني لا فولونتي عند الطلبه باسكو رانا نقروهم ورانا نشوفوا بان الطلبه ما يتحفزوش مش عارف الى عندنا ولا عند على فورماسيون بروفيسيونيل بس حسنا اللي معنا مش عارف يعني اسكو كاين هناك كي تجوا عندكم يتخوفوا من هذا الرد تاع الاموال فشل تاع البروجي هو اللي عندنا مفهوم هو الفشل اللي عندك قيلي يا دكتورة لا كنا احنا 5 بنك لنقسمو لي بروجي بالخط قال انت البنك تدي 20 ترونسبور انت تدي 50 انت تدي 20 وما كاش واحد تصيبي في اليونيفرسيتي كي يجي واحد اليونيفرسيتي تتقيني انا واحد في البيرو لحد الان مش نهضر معاه على جال على جال واحد اليونيفرسيتي هو الداعي سو كي احنا اليونيفرسيتي جاده سواء بيرو دي تيد سواء كذا ولا قريب ولا جاده دار مشروع ديري تمو احنا عندنا واحد الفكره واحد اليونيفرسيتي المشروع تقريبا نقولوا وصح سيد لافانيس المستقبل بس تقريبا نقولوا هذا ينجح هذا هو المشكل اللي ما صدش واحد هذا اليونيفرسيتي يجي بالفكره ويجي قبل قبل المشاريع قبل التقاء المشاريع خلق هذه اللجنه كان بكري في 99 في كان صاحب الفكره يجيب الدوسي تاعو من عند لونساج بالفرق اللي بورت على البنك ويدخل للمدير تاع البنك ويقلب بالفكره باش يقبل الملف تاعو الو شوف لو بروفيل اللي راه عندهم ضرب الملف يجي جاهز يجي جاهز والنهار اللي يجي عندنا لو بروفيل في البنك ذاك النهار يدي الموافقه دونك انا مش عارف انا يعني جي بونسي على كيسيون في المرة هكذا بور موا سي بروبليماتيك لماذا؟ لأن اسكو نتوما يعني ممثلين ولا كا ديسبوزيتيف راهم تقريبا الكرة هنايا اسكو كاين ما بيناتكم هكذا تشاور ما بيناتكم اتصالات تختاروا لي بول بور موا بوزوريونتي هادو لي جون مثلا واحد يجي الجامع انا الجامع لا نعطي له ترونسبور سوف إذا كان في إطار الخدمة تاعو انا شنو بيا نمشي مع لا استراتيجي تاع لا ديفيرسيفيكاسيون التنميه فهمتني باه نقلص راه مهدا الاستاذ تاع التنميه هضرتو على لا كرياسيون دي شيس هضرتو على لا فالور اجوتيف هذا من يكونوا اكيد يكونوا في البروجي الاخرين يعني ما مسؤولش بس الامتياز ما بين واحد يونيفرسيتير خرج من جامعه مع واحد لا فورماسيون بروفيسيونيل واحد فورماسيون بروفيسيونيل يدير لي لا ميم ميزري نورمال فهمتني ولا لا عادي باسكو صافي بارتي من الاخر تاعو بس يونيفرسيتير راهي ماشي ما نهضرش على ليكونومي انا نهضر على كاع لي ديسيبلين فهمتني كيف راهي الولايات تاعنا يعني راهي ديفيرس فيها اون ديشيس ناتشورال كبيرة مثلا لو كوتي هذا تاع لاكوت انا ما نوجدوش انايا بعض الطلبة اللي ما مختصين في هذيك في لا برودكسيون هذيك فهمتني كاين مناطق اسو اغريكول مازلنا نجيبو القمح لحد الان اي ولا مازلنا نسوقو القمح وعلى حنايا ما نوجدوش للطلبة تاعنا لي زاكرونور ولا اللي دايرين في هذا البومبو لا برودكسيون فيجيتال ولا برودكسيون اليمان في هذا راكم تشوفوا الغلاء تاع الاخر لو تو دافلاسيون راه شاكاني راهو لو بوفوار دا شاكي مكان الحسني راهو سي في القرض واش ماهوش ماهوش غير يبدا دونك هذه مش عارف انتم ماذا تفكروا فيها ولا تفكروش فيها كاين حاجه ثانيه هضرتوا فقط على لا كرياسيون بصح ما واحد ما سولفاش البروبليم تاع لا سيرفي لا بينيتي تاع لي زونتربريز فهمتوني كاين لو كان نتبعوا لا ديموغرافي تاعهم راح نسيبو اختفاء تاع هذا البشريه ابخي كالكو زاني طور دو مورتاليتي راهو قاربي هذا ثاني ما هضرتوش عليه بوكوا سمعني استاذ نتايا هضرت مع المرافقه لاكومبانيومون هضرت عليها دونك لهنا نقول هذايا لا سيرفي ولا هذا لو تو مورتاليتي عنده سبب في
في لاكونبانيمون يعني ماشي قبليه ماشي انا شاكونباني هذا بوغ لا كرياسيون انا بوغ لو سويفي ندير لهم موراها فهمتني كيف هذه هي اللي بغيت يعني اللي كنت تكلمتوا عليها باسكو جامي هضرنا عليها نتفاخروا غير بالارقام قال فوالا عندنا تال شيفخ عندنا تال كرياسيون بصح ما هضرناش على شحال من مؤسسه اختفت اختفاء مؤسسة على اختفاء النشاط اختفاء مناصب الشغل لا ديستريبيسيون دو ريفوني يعني خفض القدره الشرائيه الى اخره هذه من جهه من جهه واحده اخرى كان يعني انا ما سمحتش بهذا اليوم كرس حتى اليامس بابا غازار صت الجون هذاك في بلاصه دي بروف لو كان نديروا ايتود هكذا ما بين لي سورتون تاع الجامعه يعني خريجي الجامعات والمراكز التقديم ونشوفوا مع الديريكتور تاع لانام سي سا تاع الطلب تاع العمل سوق يعني شحال راه من واحد يدوموندي العمل اسكو فريمون راهم يتماشوا نظن اللي راهم يطلبوا العمل اكبر بكثير من الناس اللي راهم يتوجهوا لهذو لي ديسبوزيتيف فهمتني ولا لا مش عارف عندي ثاني راي واحد اخر اسكو هذه المنحه تاع البطاله دوك تروحي تشوفي العشان على منحة البطالة تعاودي تجاوبي روحك يا أستاذ لا حبيبي اسكو حبيبي غير تحت بلو مادا تشوفي العشان على منحة البطالة وحتى دوك يجي دوموندي العشان تعطي انقطاع على الدراسة هي ريتيري الباك تاعو ريتيري الباك تاعو بارح يجي منحة البطالة اسكو كيما نقولوا حنا باش حتزيدوا الطالب يعني باش حتاثر سلبيا على الفكر المقاولاتي باسكو كاين ديجا سبورتونت بهذه المنحه تاع البطاله يقول لك انا ما نغامرش تو انت راح يتمتوني باسكو انتشرت هذه الفكره تاع يتمتوني انا باسكو نعرف ناس طلبه ماستر قال لك اون ابوندون لو ماستر اي اون با يعني سكونتونتي دو ديبلوم تاع ليسونس اون با تاتر كيما يقول لك اتر بينيفيسيار من هذه البريم شوماج صافي ماشي خدمه باش يدير بيان سور دونك انت الا الباك تاعك باش تريتيري الا راك شايف يقول لي يستاهل 3000 دينار في العام الارقام نظن انا اللي جاوبكم يعني 6 شهور جاوب الله اعلم رقم رهيب ياك كاين دي كونديسيون بصح يبقى رقم باسكو انا اللي متخيله بلي كاع هذو راح يخرجوا راح 6 شهور بس كان يقول لك لا بروميير ايتاب حاجه في يدي غير ما نبكاش معناتها انا يا جو بيرسو هذيك المنحه خير من نقعد نستنى البروجي تاعي و اسافوار سي با ريوسي و فهمتني كيف جاوبوك سا تنوردي لتوازيام كيسيون ديالك من حق البيت معليش دوكا لو كان يعني درتو لنا هكذا مش عارف انا منحله ولا كيفاش باسكو انا في رايي سافا انفلوي سوغ لو تو تاع لونتربرونور هاي معلش طبعا نشكركم نشكروا الجميع نشكركم على هذه الدعوه ونشوف فيكم هذا اليوم العنا الرسمي ومازال ان شاء الله ان شاء الله يعني بس كنت تتكلم ان شاء الله ان شاء الله الامور ان شاء الله سبب ما العيد وكاع لما تريسون تاع السمانه الاخرى تاع ديجا احنا سبقنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوفقكم ان شاء الله الطاقة كيف لذلك كيف الطاقة الشمسية دامية مفيدة نواة الطاقة الشمسية أنا بسيبتي أنا يمد لك في أرقام قليلة يعني أستاذ أنا يمد لك في أرقام مش كأستاذ كإدارة أنا بسيبتي كعضو في لجنة انتقاء وتمويل مشاريع معتمدة من باب الوزارة مستوى الولاية وكذلك يحضر معي فاني بمقارنة الوزارية فاني كذلك عضو راح يجاوب فاني جاوبك اسمح لي أستاذ فقط أستاذ مقارنة بالأرقام يعني بالأعداد ما يتخرج يعني ما هي إيه بمعنى أستاذ الدكتورة أنه الناس كما تكلمنا كمقدمة في البداية أن الطلبة راهم يروحوا مباشرة يحوسوا يدي عقد ما قبل التشغيل وما يعرفش يكري لهم قربة علاش قلنا لازم احنا كأساتذة من قياس المقاولة من الأستاذ الدرسي أنه هناك صفات لازم كما تكلمت عليها في البداية أنه التصميم على الناجح تو لي زات اي ناسون دي زونتربرونور لازم كي نو سكير كي نو سكير يعني عامل المخاطره لانه كنجي نعرف المقاوله ديالها لينوفاسيون بلس نو ريسك
بمعنى لما كنتش تخاطر وتغامر كما اللي قلت لك في البدايه عطيتكم اكزومبل. والله الناس تاع انجينيور الكتروتيك اوبسيون ماشين جبتو في السيمينار اللي فات انه قال لك جاي يفتح اونتربريز داير مشروبات الاحباب. قلت له يما هو لونتور لانه الفكره المقاوله من تجي اكثر تجي من ثلاثه، تجي من الاسره بويك مقاول انت مقاول، تجي من الجامعه، تجي من المدرسه، وتجي من عن طريق زياره المعارض. هنا تجي فكره المقاوله، تجي فكره. قلت لك قلت له علاه ما نديش المونتاسيون بحال في المونتاسيون. قال لي يما قال لازم ندير مؤسسه كذا منا بمعنى تصميم النجاح. دار مؤسسه الاحباب، اخذ بعين الاعتبار شدة في المقاول دار ظرف رمضان. في رمضان راه ست شهور في رمضان شربوا ولا ما شربوا مع السخانه والصمايم تاع شنو دار المشروبات يخلط في البدايه راه يخلط راه كذا. والله حتى الان يا جماعه الخير راه يحضر معاه وسي طيب معايا والله لا دا 700 مليون كابسيتي كعضو في لجنه تمويل المشاريع وغطى 700 مليون بدا الاكستنسيون راه ما دارش راح لتوسيع النشاط وزاد خرج البروجي حتى في اسم الزوجه تاعو راه خدام لاباس به راه ميركوفرو ما شاء الله. بمعنى السؤال تاعك يا استاذه انه الناس باقا يروحوا من حتى البيطاله ما يروحش يكري لهم بروجي على الاقل يضمن 300 دينار كل ما بمعنى اصبح الطالب متخوف اكسترا لازم انه هذا اللي بيدير بروجي لازم يروح لونساج ما يبقاش يخمم في حاجه نيجاتيف لازم يقول التصميم على النجاح والمخاطر لازم عامل المخاطر فهمتوني. ما تشوفش انه تكلمت يا استاذه كذلك قلت لي المشاريع كاين مشاريع متنوعه في الصناعه 50 بروجي ممول شحال كلينا في الصناعه 133 ما صافش في المهن الحره 145 مشاريع مموله شحال 290 ما صافش في الخدمات لا بريستاسيون دو سيرفيس بزاف نفوتوا عندنا بزاف مش عارف انا دي زاجونس بزاف وكالات شحال عندنا 242 مشروع 500 السنتين هذو اللي جازوا عندنا 50 بروجي جميع بصح شحال ممول حوالي 150 بروجي ممول شحال نفوتوا في اللجنه شحال نفوتوا في اللجنه بسم الله على كاين شحال قلنا 70 بروجي بلس شاك جون تاع هذه اللجنه تندر شاك في 15 يوم نفوتوا قريب 70 بروجي ماشي شرط جامعين لكن نسبة الجامعين في السنتين الأخيرة حوالي 40% 50 بروجي بمعنى الناس تحب الناس تروح لاداس أم يروح للعقود من قبل تشغيل يحوس على وظيفة أخرى الوظيفة العموم أحيانا إذا يفوت في اللجنة كيف تقول أنا أستاذ نخرج ضرب ما تخرجش يا أستاذ ولو ما تخرجش يا إداري ضربك القانون الجديد أنك أنت موظف وتقدر تدير بروجي وتكلم عليه السيد رئيس الجمهورية أنه الموظف يدي عام عطلة يخرج يدير البروجي تاعو في حاله النجاح تاعك عاود تقدر ديميسيوني تخرج من الخدمه تاعك فهمتوني. راهي كل والله الا كل تسهيلات دنيا مول حسب لانه شلب سيتي زون غي غازون ايربان منطقه في ناحيه عطاونا تعليم السيد الولي عطاونا تعليم اللجنه انه نشجعوا بزاف في الفلاحه في الزراعه عندنا نشجعوا بزاف المشاريع في الزراعه والفلاحه انا نمدوا اللي عنده الاراضي في الخمس هكتار نمدوا خمس بقر لانه ما حضرش معنا البدر اللي مسيو سعيد نسينا ما عرفناش لانه جاب في زياده اليوم الدراسي انه خمس بقر سواء انشتاين ولا ايموبيليا صدير في البقر في الناس تدي في النحت تكلمنا عن المقاولة النسويه في 2019 انه بزاف النساء داروا وحده قرات عندنا هنا كنت نهضر بزاف على المقاولة فيك كريات كافيتيريا ليتيرار مقهى ادبيه بول لي فام اي هنا قرات عندنا ايكونومي اي دارتها هنا في السونتر فيل اللي فا كافيتيريا مكتبه دوموندي قهوتي وصاحب الاقتصادي هذه المقاولة حاجه جديده ولا كنت جبتي نفس ولا جبتي نفس الفكره تاع صاحبتك هي تسمى بمؤسسه نمطيه تدخل في المقاولة. اذا احنا بصفتنا انه هناك مشاريع متنوعه تكلمتي سؤال الاستاذه قلتي انت لازم هذا الجامعي يدير مينيجر احنا في اللجنه ما فوتوش هذا ممنوع لازم المؤهلات العلميه واحد جامعي واحد يدير مينيجري راح نديروا معاه لونتروتيان في اللجنه لازم يكون عنده ديبلوم من التكوين المهني مينيجري لي دير بلومبي لازم يكون عنده ديبلوم مؤهل علمي لازم حنا نشاطو لا جامعي بيدير بلومبي يروح يدخل للتكوين المهني ويدير ان ديبلوم باي جيستيفي في اللجنه حتى في ليكول احيانا يحضر معنا تسجيل التجاري في التكوين في اللجنه احيانا البروجي مش عارف انا كاين البي في سي كاين الالومنيوم يخلطوا بزاف نفضوا بزاف هذه المشاريع خلط هو في الفاكتور بيرفورما داير حاجه كي نعالجوا الفاتوره ونعالجوا الكود نسيبوا حاجه اخرى اذا يرفض البروجي فهمتيني هذه في هذه يلا اسمح لي هذه يلا رياليتي ماشي كاستاذ اكاديمي
هذه ضعيه التي لا تصرف في الواقع استاذ. والسؤال الثاني تاع الاستاذ تقدر تجاوب عليه استاذ نور الدين، تكلمت لك على المنحه البيضاء. شكرا. شكرا استاذ على السؤال. على كل حال سؤال يجيب، لان احنا الاستراتيجي تاعنا كي كاين كريولي و بي ام ولا ميكرو انتربريز سي بو كا دور سي بو كا في لي بي ام تولي غرو انتربريز سي نورمال. لا باليميزاسيون هادي نجم اني معاك انا بور سادي لو تو امبورطون دو مورتاليتي تاع لي بي ام هي دي سي كي à cause d'une politique de crise quand belle que elle prenait le volet social que économique. Donc vous parlez pas اجتماعية قال acheter le qui va avec la paix civile ou pas. Créer de l'emploi mais interrompre ça. À savoir les compétences de l'investisseur avec le promoteur. Est-ce que vraiment c'est un type capable de réaliser une entreprise يعني au bon point de forme ولا غير باش يدي دراهم وخلاص. صبر ما كانتش انفورماسيون بريالابل، ما كانتش يعني تنسيق بين قطاعات، لان الانفستيسمون هذا يتوش كاع لي زاكتيفيتي كاع لي برونش داكتيفيتي كاع لي سيكتور. كي تقول انت التوريزم الارتيزانا الاندستري الانرجي اكسيتيرا، هادو كاع سي دي سيكتور لونفيرونمون و لو سيكلاج. سافير لي جون les jeunes qui ont créé des entreprises à travers les dispositifs qui ont créé l'ensage, etc. C'était un guichet ou une catenesse que je voulais un menu. Gagne un camp. Mais il y a un moment, le promoteur de métier dit que tu as l'acquis de chez un camp. Gagne un peu de l'entreprise. Andy, une idée de projet innovante, est-ce que vous pouvez me financer? C'est ça. Je dis que chez un camp. لا بلا بدي تقول لي اليونيفرسيتي دي كازان يدي نقل ماشي انا هذه اون فيي دو لا بيرميت سو اي بي تدي نقولو كاع تدي كاع البروجي ودير سوتريتون سوتريتي دير شوفاري كاع لا مين فيي لا لا تروا سيتي اون الجيريان دو كري سون 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 بروبرتيز مي كومون كي سون لي كومبيتونس كي سون اكزيجي في حاجه كيما هذي مي لانفستيسمون سي c'est ce qui nécessite une réflexion, une plateforme, un montage financier, une idée, le choix, le créneau d'investissement. Il y a un potentiel très important en matière d'investissement. Alors, bien entendu, tout le monde fait le bâton, on fait le bâton, on fait le bâton. On est mal orienté. Maintenant, les jeunes, il faut pas leur en vouloir parce qu'ils étaient mal encadrés. Nous quand nous allons nous les nattes, يعني حضناهم واكompagnيناهم ورفقناهم وجهنا. Mais c'est difficile. Une entreprise lui ou te crée lui on doit mais c'est bon. La preuve c'est un modèle tellement c'est dingue. Le fait que la liberté est rien d'égal ça. Il a une idée de la liberté, on a déjà. C'est bon. Parce que elle a une idée. Elle a été en compte dans les tibas. كاع لونتوراج تاع الانفستيسمون ولا البروجي هذاك. المدير ذكر الساعه قال لك لو شوا تاع لو فورنيسور اي ريزون. دوك انت ان شون تعطي له نتايا 1 مليار 10 مليون دينار مالغري نقولوا ما كاينش لابور بيرسونال تاعو. ولابور بيرسونال تاعو هذاك سي ان سيمبول تاع انسان عنده اون بيرا متر اي عندك حيطه تبني فيه دير كارلاج تاعك. ما نحس بلي انت راك مسؤول راك تشارك في المشروع تاعك. ولكن يفو فان شوا عندهم شوا تاع ليكيبمون. ليكيبمون يكون بيرفورمون، ليكيبمون كي روبوست اكسيتيرا، ماشي تفور. قال روح تلعب معاه كاين لعب واحد اعطيني دي تي في تاع روح تي دونك روح لازم نرجعوا للمقاربه الاقتصاديه. شا عندك شا عندك لو بروفيل تاعك، شاو لي زيكزيجونس تاع البروجي هذا، وشاو لي كرينو دانفستيسمون اللي عندهم اون بريوريتي باش نانفستيو فيها. حنا في الولايه تاعنا عندنا قطاعات اللي لابد نعطي لها الاولويه في الاستثمار، لان علاه تكون
des trucs, c'est-à-dire des activités qui sont vierges, qui ne sont pas saturées, qui ont un rendement important sur le, c'est-à-dire sur la balance économique, sur le marché, etc. هذه هي المقاربه اللي تكون عندنا وبهذا الشيء ان شاء الله انا جو بونس كو لونتربريز ان شاء الله انورا ان بون افوني اسمح لي سي سعيدي برك نزيد عليك لا بروبليم بونس ب فاجي ميم ميم اوت نيفو هو انه الشوماج هذا البطال سيت ان اوبجيكتيف سوسيال سوسي ايكونومي قلنا البروبليم كي سبوز فلاجي ميم على مستوى حتى كجهاز وي راني فاهم انك تتعامل معاه بطريقه براغماتيه دراج جدوى و الى غير ذلك ولكن نعرف حنايا السياسه في الجزائر حنا ما نشوفوش البطاله هذا في الاقتصاد نشوفو البطاله هذا في الاجتماع سي بور سا ما هاو جماعه فرونسيه جو راه معاه راك مصباح وهم يقولوا يقول لك شتا عندكم قال بلي ودي راه كاين لونسير صح اعطيني الناس كاع تسير الفون ترونسبور لوكاسيون دو فواتير فا كاش يا طلاب كاش حاجه موبيل ما كاش بيان سور ما كاش باسكو علاه صافي الحمد لله ودي كاع خاسرين كاع خاسرين صح دوك انت تروح تكومينيكي مع اي تي دي نقول له بلي ودي دير بروجي كما يقول لك ان ذا نيم اوف جاد هذا الطالب على اي انت كيفاش راك تهضر له على لاكار على الحرب وما عندوش السلاح في يده على اي اساس يدير لك هو دراسه تاع جدوى اقتصادي لي تيديو هاد كي ما يكونش ديجا مكمل وهذا هو مربط الفارس هذا لي تيديو لازم يتكون وهو ديجا مازال ما وصلش للمارشي دو طرابا السوق العالمي صح بالنسبه لاخفاق تاع المؤسسات اللي ذكر المثالي الاستاذ نهار يكون الهدف اقتصادي الاخفاق تاع المؤسسه ماهوش عيب عادي نقدر ندير بروجي ونخسر دي تورنومون تاع في البدايه ونعاود نرجع عادي كاع والاشكال هو انه كي يكون التمويل هذا الهدف تاعو ماهوش اقتصادي 100% وما عاد يعاود يدور على هذا اللي دار الكريدي دايره صحيح دايره صحيح درك انت مثلا انت يا ديجا اللي يقول لك دار واحد الوقت او يبنوا فيه حتى جماعه تاع لونسيج كاين واحد يزيد يروح لونسيج ديك اللي هذا يقول لك عم يبنوا ديجا هذه حتى لي بروجي تاع لونسيج كاع جات ماده دسمه للحملات الانتخابيه فكري بصح اخر قانون اخر تعليم ما عادش دير قانون على دير قانون على روحك كيما تكونش موجود كيما تكونش موجود الارضيه ما كنعرف دير فيها والو باسكو لا بلاتفورم لا انت قول بلي ودي ندير ديك وندير ديك قول على روحك ولكن كيما تكونش اولا واخيرا هذا بنادم راكم كاع تهضروا على نفس المفهوم اللي هو الفكره ابتي سونداج ها ندور عليها بالواحد شكون اللي عنده ايدي دو بروجي قلنا هو نعاودها لك نروح ندورو نخرجو دروك الكلية وطالب اقتصاد يعني نورمالمون هما اللي نيميرو ان اللي يعلنوا بهذا روح اي واحد قول له بلي ودي واش عندك كوم ايدي دو بروجي شوف واش يجاوب علاش لانه الجامعة الجزائرية للاسف الشديد ماشي تكون لسوق العمل راهي تكون باش تدي ديفلوب حبينا ولا كرهنا وصلنا للوقت اليوم اللي الناس راهي تدير دكتوراه وراهم دايرين تنسيقيه تاع الدكتور بطال علاش؟ ونود يقول لك بلي ودي الدوله ما عطاتنيش والدوله لا باسكو في المسار تاعك ما تعلمش كيفاش دير دخلك الثروه هذا هو اصل المشكل كاش اللي يعلمك كيف دير دخلك حنا كي عطينا ليكزومبل القاولي الاج دو 18 طون يعرف بلي ودي يروح يدير الدار تاعو وحده وما كاش اللي يصرف عليه وباش يقرا في الجامعه لازم يخدم الو ري توشي دورو هو مولا 18 سنه ويطيح وينوض ويغسل المعيط وا الى غير ذلك هذاك هو البدايه تاع الفكر المخاوي التي تاع بصح
ولكن إلى بدا الفكر المقاولاتي درس يدرس في الجامعة في لونفي ونقولوا له بلي ودي رحت يروح مباشرة عند أحد الأجهزة عن أفضل واش يقبل في لجنة المرأة بالمناسبة راه هنا معنا الجماعة تاع التكوين المهني أش أنا نشفى نغزة رئيس كونفدرالية المؤسسات قلت لهم بلي ودي أنا كصاحبة مؤسسة أنا يهمني كثير جماعة التكوين المهني ومشي طلبة تاع الجميع وصلت عليها ضجة إعلامية بصح هاي غلطة الفورماسيون اللي يديرها تاع التكوين المهني مع الفورماسيون مع ستاج اللي راه يديرو طالب تاع الجميع غير ستاج براتيك اللي يديرو طالب تاع الجميع كيف دونك شكرا نعطي الفرصة للطلبة أسئلة الطلبة تفضل يكون التكوين المهني يكون أحسن من الجامعة على كاين وين كاين الآن التكوين المهني بروفيسيونال مهني المؤسسة لا تختار لأن في طول كادر في طول الفينونسمون في التمويل يتوظف ربعة تاع التكوين المهني كادر مع جامعي اللي هو يجيري تاع التكوين المهني تبقى دائما تجمع الجامعة مؤسسة استراتيجية وتبقى فلوسكم انتوما الجامعيين انتوما أحسن من غيركم هذه باش ما نهبطوش المورال للطلبه الجامعيين انتم احسن منتوج مؤسسه استراتيجيه لما طلب الجامعيين مهما يكون التكوين المهني اني مثل القطاع لكن هما لي شيت تاع المؤسسات اللي يخرجوا من الليسي ويخرجوا ما ينجحوش يجوا عندنا نعاودوا السكاله ونجلس كلاش اقتصادي سمحوا لي احنا نعاودوا اقتصادي معليش اقتصادي واش احنا عندنا اقتصاديه واجتماعيه عندنا كاع احنا اجتماعيه باش تيقولوش حنا عندنا اقتصاديه واجتماعيه علاش لان حنا عندنا قطاعات لنا شركاء لوبجيكتيف تاعنا التكفل والمرافقه من اجل تحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي والولوج في عالم الشغل لاننا دار مرافقه وين ان نتبع متخرج القطاع من اجل انشاء مشاريع اقتصاديه لكن حنا ماناش بادي للجامعه حنا انا منتو الجامعه والجامعه تبقى دائما هي الجامعه ما نقبلش اي واحد يجيش الجامعه شوف انا ما نمتوش اسمح لي باش نحكي باش نبدا لك يا استاذ براغماتيك انا مش تاع الجامعه انا تحسب راني طيب باش مانيش نتكلم عليك يا استاذ شوف براغماتيك يا دكتور براغماتيك اقتصادي يا استاذ وزنك كبير قد كبير سي بون انا نتكلم قلت بان الموارد البشريه كل واحد في بلاصتو كل واحد في مكانته كل ما أساعد المنتوج تاعها كلها متكاملة لوبجيكتيف تاعنا قيمة مضافة لكن حنا مهامنا موجودين في الحياة العملية لأن عندنا ليزابرونتي وين الوزارة ديالو 60% متمهنين 40% في الإقامة معناها حنا علاش يدي المؤسسة لأن عايش يقلد يدخل في المؤسسة يدير ميزري يخرج يدير ميزري مع صاحبه أي نورمال كوبي كولي جامعة لا مؤسسة اللي شاعة الأفكار حتى مخاطرة تكون ما فيهاش مخاطرة إذا الجماهير هما اللي أنا شخصياً والله غير أخذ ضحايا هم ضحايا ونتضامن مع الجماهير مهما يكون لأن حتى أنا جماهير ونتضامن معهم وأنا معهم سواء كانوا رابحين ولا كانوا خاسرين والخطأ فينا إحنا ما عطيناش الأفكار اللي تاع الممارسة من الواقع مشكلتنا إحنا ماشي مشكلة الجماهير إحنا ما قادرينهمش مليح وإحنا ما عطيناش الأفكار اللي يقدروا بها انتوا عالم الشغل شكرا بارك الله فيك نعطي الفرصه للطلبه اسئله تفضل استاذ اعذرني نشكر الاساتذه على الاجوبه القيمه نعود بكم مره اخرى الى مداخله من طرف الاستاذ سيد احمد زناقي ان كان موجودا رجاء فليتفضل سيد احمد زناقي وي هدفه الأساسي الناس اللي معنا بالمشبيطة
هو استهداف الفئات الهشة التي بدون تأمين، نقصد بها الزوجين، الزوج ما يكونش خدام، ما هوش أصيل، ما عندوش تأمين، ما عندوش تأمين اجتماعي، الزوجة، كاين فئات هشة راهي تعاني، الجهات المستهدفة خاصة. على نقدروا نقدموا بعض الأرقام، بعد انطلاق منصة أو أرضية رقمية في تاريخ 25 فبراير 2022، تم تسجيل إلى غاية 30 أبريل 2022 تقريبا 140,000 مسجل، 140,000 مسجل. تم منح عدد المنح التي تم قضاء أجرة منها إلى غاية 30 أبريل، كان على مستوى ولاية شلف، وحنا نقولوا شيف كلي ماهوش مليحين كذا، كيقولوا أنا عندي شيف كذا تاع بطالة، شيف ماهوش مليحين. حنا شحال سجلنا تقاضى المنح؟ 34,000 على مستوى ولاية شلف، رانا على مستوى الثلاثين وطنية، في ترتيب الثلاثين وطنية مع عدد المينة 34,000. شيف يقولوا رقم هائل ومكلف، تقريبا 44 مليار في أبريل توصلناها تشمها كترين تشمها 44 مليار على مستوى ليتش أضبها. يعني يقول لك عدد وزيد لو كل شهر ماي رايحة تزيد تطلع، قال كل يوم عندنا تقريبا 800 على مستوى 800 مستفيد يوميا. الانسكريبسيون ما نهضروش عليها، الانسكريبسيون فيها وعليها، الانسكريبسيون كاين فيه شروط، توفر فيه شروط، يجي يسجل، كاين ما توفرش فيه يجي يسجل. ولا هذه نعطي فكرة حول المنحة هي جهاز تم استهدافه للفئة العمرية 19-40 سنة، الفئة العمرية 19-40 سنة، بين كل واحد كاين اللي مديباسي 40 سنة يجي ريكلامي، كاين اللي مقل 19 سنة يجي ريكلامي. والشرط الأساسي يكون مبتدئ، طالب عامل مبتدئ، يكون بريمو دوموندور ان دوموندور، دونك لو بريمو دوموندور لم يسبق له العام. هذا كيفاش نعرفوا؟ ما يستفادش حتى من اي ديسبوزيتيف، من اي جهاز لم يستفيد. هذو الناس ما يبانوش بها، كاين اللي يخدم نهار يباشير ما عندوش حق، ما في الارضيه الرقميه كيجي كيروح يسجل في ارضيه تاع المنحه ما يفوتش، اللي يقول لك عندي مشكل علاش هو قلنا يكون مسؤول نهار ما يفوتش ما عندوش حق. القانون يقول بريمو دوموندور يوم واحد افيلي ولا مش لا يوم واحد افيلي سواء كي عنده ولا سواء ما يكونش بريمو دوموندور. ما كانتش واضحه في الجواب هذا، لا واضح القانون نهار اللي خرج واضح، القانون يقول بريمو دوموندور. حنا هنا في الدومه ما عرفوا شي يقصد بها طالب عامل اللي اول مره، وكاين ناس ما يبانوش كيقول طالب عامل اللي اول مره ما يفهمهاش السيستم ما يفوتوش، السيستم ما يفوتوش. كاين الشرط، كاين لما يجوا عندنا الزوج والزوجين في زوج بطالين توفر فيهم نفس الشروط، ويتوفر فيهم الشروط الاستفادة، لكن القانون يمنحهم استقبال واحد ما كاين اللي يجوا يستفادوا في زوج يفوتوا عندنا صادي بون ريزيدونس، صادي بون الزوجة نقولوا مش شرطية، الزوج مشرف ويفوتوا اون فوا تصرا لاسيونس تاع التأمين راهي اون فوا يتقاضى المنحة خلاص عندنا مابار رابروشمون او كروازمون يدي اسيورا اوتوماتيك يسيبو مسؤولين في زوج تحبس لهم المنحة تروحو في زوج في الزوجين. هذه اللي بزاف ما نبانوش بها، مش عندنا واحد يحبسو لهم، هو محاولة تحايل. حنا كيجي لينا الزوج يقول لك انا مانيش مستفاد والزوجة مش مستفادة، قادر يفوتو في نهار واحد يفوت في شلف، والزوجة جاية بالشرطية وهي مسجلة في الشرطية، زادت لا ريزيدونس تاعها ولا لا كارت ناسيونال تاعها زادت في الشرطية،
يطرد في الشرطي يوزن جدا يفوت في شيء في يفوت في قضية في الآيو من لاجنس أخرى يفوت بصح بعد المراقبة شهر شهرين راح يصوم في زمان المنحة مش نقول للطلبة طلبة ما تريسكوش طلبة لما لازمش يريسكي بالمشروع لو انت راك طالب راك تقرا راه ليسونسي حنا هذه خممنا فيها قلنا لهم اللي متخرجين تاع لا ليسونس السنة العام الجاي 98% ماهوش رايحين يديروا الماستر الماستر راني شايف عيب تخصصات راح يقوم حنا بيجي عندنا إذا كان مقاسيون لاسيونس تاعو اجور المنصة ما تديش يروح يسجل في المنصة يقول له شوف له راك قاسيون لازم يحبس لاسيونس تاعو باش يحبس لاسيونس وما يخلص لازم يدي شهادة توقف عن الدراسة وشكرا لك التدخل أنا ممكن يبان مع الوقت جديدة من حق القطاع بصح ممكن نشوفوا الناس تبدأ تهجم مع الإقبال توجه نحو القامات اسمعني أشياء اللي راح يكون شوية عزوف بصح الناس اللي ما عندهاش استفادة من عندهاش ولكن القانون الجديد سيد العميد أن الموظف يقدر اللي أفيلي يقدر يدير بروجي يستفيد من عطلة قانون أبريل 2020 بكري كانوا يدوموندو ستة فيتا نو دابلياسيون بمعنى ماكش مسؤولي إما ماكش تنتبه ناحية الموظف الأحرص إحنا كالموظف يقدر توجه الموظف العميد يقدر يدير بروجي سيد العميد الدكتور أمين يقدر يدير بروجي الأستاذ أبو ثرجة يقدر يدير بروجي بعد في حال نجاح البروجي تاعك خلاص تنسحب تخرج من العمل تاعك اذا ما كاش تصيب اسكره في العلاقه ما يقدرش يدير بروجي اسكري تي بريس من دينار ومام بو يدير البروجي تاعك قانون جديد هذا قانون ابريل 2020 لانه كان مقصود انه يديروا لي ميني زون داكتيفيتي مناطق النشاط تاع الشغل غادي على مسؤوليه راه كاين نشاط ولكن ما يخلقش طريق انه على مسؤوليه شنو كاين اكثر من 9000 مؤسسه مصغره مموله يعني ما راحش يكون تلبيه هذا الطلب فهمني كيفاش كاين دراسه على مستوى الولايه هذه على الكابينيت وين اقترحنا السيد الولي انه يكون منطقه نشاطات مصغره اللي ماشي في الاجهزه تاع الانار ولا لونجيم ولا لاكلاك كاين مؤسسات خاصه يعني مثلا كاين مؤسسه كليه مقننه مصنفه يعني الاحتمال يكون على ليكزيكيتيف تمديد مثلا مديريه النقل ولا مثلا على حساب كاين نشاطات طيب مصطلح انشطه مقننه بمعنى ما معنى مقننه معنى يبقى تخضع لقانون رئيس البلديه ولا الولايه ولا الولايه ولا المديريه التنفيذيه
مئة كلاسيك رخصة، رخصة لازم اعتماد، ما ينفع نوضح هذه. مثلا كاين ترخيص اللي تمدو مثلا للبيئة، كاين ترخيص اللي تمدو مثلا الصناعة، هذا مثلا يجي شاب مثلا باغي يسافر، هذا كيكلينو مثلا على مستوى البلدية كيكلينو هذا كيكونساتيه. الشيخ انا راح نجاوبوه ملي بلدي ما تقدرش تريليزي البروجي تاعك في البلدية هذه. يعني المجال اللي يروح يتوجه البلدية وحدها اللي يقدر يستثمر فيها، هذا كيجاوب. هذا مثلا انت بدير مخبزة ومخبزة قريبة لك في المنطقة تاعك، ما تقدرش ديرها. بدير كافيتيريا، صح بدير سكانر تاع الوطن، لازم اعتماد. هذا ما كان مقنن. احنا فهمتوك في اللجنة، نقول لك سيفو نعطيك شهادة التأهيل ونبعث لك تاعك لابون، بتمولك. صح من بعد لازم تجيب اعتماد، لما تجيب اعتماد يكون الشهادة تاعك معاك. مثلا استاذ احنا راهي تجينا مثلا دي ميتسا. دي ميتسا باش هي اللي جوري البروجي تاعها، ولا اللي فارماسيان ولا كذا. راح كيجي عندنا راح نوجهوه، لانه عندنا قاعدة بيانات اللي تبين التواجد تاع هذوك مثلا المهن الحرة. راح نقولوا تقدر توجه في بلدية معينة، هو راح يشوف هذاك البلدي، راح يخدم يستثمر يستغل الفرصة هذيك ويروح يرياليزي البروجي تاعه. هذا كيما هكا. مي شاب لما يدير الاستثمار ويكون هذاك الساتيراسي تاع البروجي راح يجيبوه كاريمو انه ما يقدرش يستثمر في هذاك البروجي. طيب بالنسبة للجامعيين الدولة يتمنح فاني تمنح حتى 50 مليون بديكري لوكال، هذه بالنسبة للجامعيين فقط. شوف التسيب، شوف الدولة كيف الاهتمام تاعها بالطلبة الجامعية. خدماتي او اقتصاد. انت راك بدير مش عارف انا بدير وزين ولا بدير حاجة وما عندكش لوكال. راهي تعطيه 50 مليون للجامعين، تكوين مهني لا، للجامعين فقط. او لافونتاج. هذه استاذ يكون عليه تعقيب. هذا التقربة تاع القراءة المحلية اللي تكون توجه للشباب اللي هما ديجيتيديو. ديجيتيديو عنده شرطين اللي هو يقول هذا اللي في ديال لا برودكسيون الانتاج باش الدوله لان الدوله حابه تشجع الانتاج المحلي، وثانيا لي ستارت اب يعني واحد يدير مؤسسه ناشئه في لا برودكسيون. فهمت كيفاش؟ هذا اللي يقدروا يستفادوا من لا لوكاسيون تاع راهي كاين تسهيلات وتسهيلات. معليش استاذ فقط من ناحيه التشبع دي فور خلي فرصه مثلا كاين تشبع كاين من ناحيه كاين كوميسيون كوميساج كاين تاع المديريه وكاين تاع البنك. دخل البنك هنا ما محلو من العراق. البنك اسمح لي هنا حسب تمويلك المشروع، لا روح للتمويل الثنائي. ما دخلش لابونك، علاش تقول لي دخل لابونك؟ مثلا من ناحيه بينك انت وبين بين بين لابونك. سامح لي استاذ مؤخرا في قطاع في قطاع الفلاحه. في قطاع الفلاحه الناس جات تعاملت مع نمط وراحوا للمدير الكبير يسمح الا انه وقع الخلل في البنك. نجاوبك معليش. تفضل. البنك اللي عندنا في التكلفة التمويل يساهم 70%. فاهمني؟ الشاب يساهم 5%. الأنا تساهم 25% والبنك قلنا 70%. يعني البنك حتى هو اللي أكسيتي لو دوسي في اللجنة، راح يأكسيتي هو يكون حاضر. أكسيتي لو دوسي. مين عندهم جانب تاع التحفظ في اللجنة تاعهم؟ القانون يعطيهم الصلاحية. لأنه قادر يكون في اللجنة ولكن لما يروح اللجنة تاعو تاع البنك كوميتي ديكريتي يشوفوا يديروا إعادة النظر أنه لازم يتحفظ هذاك المشروع يعطيك الرجوع عادي. ولما لا يعطي الرجوع في الديبي لما تكون في لا ليش قبل شوف شوف كاين اتفاقية ما بين لاناط واتفاقية ما بين البنوك المحلية وكاين اتفاقية ما بين فوند كارونتي هذو خمسة داخلين في لا كونفونسيون كاين شرط اللي هو جانب التحفظ من البنك يقدر ياكسيبتي هو لو دوسي يروح للابون ويعاود يرجعو. فاهمني كيفاش؟ كاين جانب التحفظ على في اللجان تاع البنك يقدر يرجعو لك الدوسي بعد ما ياكسيبتي في اللجنه الولائيه اللي تلقى اعتماد التمويل ماشي على القانون. كاين جانب شرط من الاتفاقيه اللي بينه وبين كوميتي دو كريدي في لابون. بارك الله فيك. لازم سؤالي الى مدير لازم نشوفك تجيب الفكره تاعك وتجي. لا نجي ان شاء الله. خصني الى مدير تشغيل الفرق. استاذ مثلا انا انسان نسكن في بلدي في بلديه بوزغاره. نعم عندي الجير هنا في بلديه بوزغاره كل يوم مينا وكذا من امريه الشومبرات تشابو كل ما يلزم الحال. قلبي نخدم في وزيد السيمنت في خابري نخدم في وزيد السيمنت. نعم يقول لي لا ماكش تاريزيدي بوزغاره ما نتعامل معاه رانا تشطير. هما لما يروحوا يروحوا بالله اعلم تواتي ولا تابو غادي. خدموا هذوك ولا الماده الاوليه من عندي ما
نخدموش حنا الله نعطيش ليهم، الله نعطيش ليهم مركوبة سيدي، الله أعلم، ماش عارف لي زون كل شيء ناقص فيها، نطلب منكم زعما غير تشوفوا فيها ليش فيها؟ عملت فيها، عملت كوبا ما كاش ولا حاجة ما كاش 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 مهندس دولة في الهندسة الميكانيكية. نعم. في بوقادير في المنطقة المحلية تشغيل بوقادير ما لقيناش لي كونديدا ما كانش ما توفرش فيهم شغل. شنو دير المنطقة المحلية تشغيل تقوم بتوزيع عرض العمل لو المنطقة المحلية تشغيل بشرف والمنطقة المحلية تشغيل بالشقية صافي هما اللي يقراو لازم هي نورمال هذه المشكلة باش تجي نضرب في المدى الأولية دروك أنا فاهم نعطيك مثال بسيط الدرك في الشقية كاين قدامك طاكسي طاكسيور راك بيت سافر تروح تجيب طاكسيور من بوقادير ولا شي تجيب شقية نفس الشيء رانا دروك أنا كاين عندي أولويات سيدي بالأولويات أولويات تاع صاحب بوقادير وهادشي لأنه لماذا زين جاي في الطوب لا علينا حنا فاهم المدى الأولية راه تخرج معنا يتسمى أنا عندي أولوية لا تشرح تشطية أنا جاي كاش المادة الأولية شهر نوفمبر شهر ديسمبر كانت